اسمع Gracias.
Lucas Polisinho faz isso. Lucas Polisinho faz isso. يا جماعه الانجليزي منهم مين؟ تيجي تبقى كيوت جو الناس اللي عملت تشرب وتاكل هوت شوكليت وتشيز كيك. الكيوت جو دي كتير. ايوه هي اللي بتاكل. ايوه بتاكل شوكليت يا جماعه. تيجي تبقى كيوت جو. تيجي تبقى جو تعمل بسرعه بسرعه. تيجي تبقى جو. تيجي تبقى جو. حضرتي Skin manifestation of systemic sclerosis. حاول تثبت يا اونلاين يا في السنتر وتقعدي عشان اعرف اسال الناس واعرف اعمل اكونت سبريت على الاوبتاني.
المفروض كان النهارده يبقى امتحان الريتن صح؟ بس احنا قلنا مش عاوزين نضغط الناس ونخلي الامتحان لسه جاي على جميع المسابقات ماشي؟ بص يا عيال ايه؟ الامتحان بكره الساعه 10 ونص على جميع المسابقات على مصر ان شاء الله وعلى رمضان اللي هننزل لسه النهارده وعلى اللي هناخد برضه وعلى اللي هناخد ان شاء الله باذن الله تعالى يوم الخميس الجاي يوم الخميس الجاي هنكون مخلصين روماتولوجي كارديو ونفو وهيكون بقى احنا ليفر طب يوم الخميس اللي بعده هنكون مخلصين روماتولوجي استنى بس روماتولوجي الخميس اللي بعده الجاي روماتولوجي كارديو ونفو وليفر ونيو النهارده كل حصه هنزود الريتم اكتر يعني هنزود الكميه اكتر احنا بندلع في الاول كم مره عشان كنا لسه بنشغل الدماغ كان في برين هاتو كنا بنحاول نعمل ريجنريشن خلاص بقى ريجنريشن بنشتغل ماشي خلاص تركيز عشان اسال كل اللي هقوله ركز معايا في النفط ورق النفط وانا ببعته دلوقتي على الفوق بي دي اف وانا ببعته على الفوق مش عارف وصل ولا لسه بس هيوصل كام هتاخد على الفوق من بعض ايه؟ قلنا بيديك ال نركز مع بعض النت والبنجات اللي هتحسها يعني تقيلة سنة مش صعبة بس هو يعني مختلف شوية كده يعني كل البنجات كنا بنحط سكيما ونص الكلام وما كناش عاملينها كده الكاوتش كل سكيما كل تحشات نلف ونلف هتلاقي كل لابس مختلف عن التاني او عكس التاني او في تشابه مع التاني فده نفس البداية ان فيجي اللي هو في الفوتس والهيدروجين النافية في الجوكس والهيدروجين النافية والهيدروجين النافية والهيدروجين النافية والهيدروجين النافية والدنيا ايه عكس بعضها فعاوز تركيز زي النقاي برضه بالحاجات اللي هي حاجة وعكسها فعاوز منك تركيز يعني كان شاء الله فوق باذن الله تعالى طبعا الحصه هتبقى اوكا اوكا دي احنا ماشيين النهارده بس نفوق طيب عندنا في النفو عندنا كذا الف مهم في النفو اهمهم النفوتكس ودول مثلا كده في حاجات كتير النفوتكس ودول ونفوتك اكيد دي نفيه وكل دي نفيه غير الريفايس وشويه الكتور تعالى نبدا كده بحاجه اسمها النفوتكس ودول بسرعه جدا هسرع يعني ايه النفوتكس ودول يعني ايه النفوتكس بسرعه المفروض ربنا خلينا الجدن بالشكل الجميل ده الجدن بتاعتنا جواها حاجه اسمها جلوميرولس صح الجلوميرولس دي المصفى الموجوده جوه الكدني المفروض ان الدم بتاعنا يخش عن طريق القفل الانتريون ويطلع عن طريق القفل الدم يخش جوه الكدني ويطلع منها قفل الانتريون بيخش ويطلع ليه عشان المفروض الدم يخش يتفلتر جوه الكدني الكدني دي المغسله او الفلتر بتاع الجسم لما يخش عليها هيتصفر جواها الحاجات اللي مش عاوزينها التوكسين زي اليوريا والجهاد والحاجات دي كلها والفلويد الزر ينزل والحاجات المهمه زي البروتين والار بي سي والحاجات اللي احنا محتاجينها والبلاد يفضل هنا لكن مش محتاجين ايه فوظيفه الجلوميرولس انها تفلتر الدم تخلصنا من الويست برودكت زي التوكسين زي اليوريا زي الكريات وتحافظ على الحاجات اللي احنا محتاجينها صح قلت لو عندي مصفى جميله في البيت فيها ميه وتفاح انا عاوزها تنزل ميه لكن هتحافظ على التفاح ده الطبيعي صح المفروض الجلوميرولس جواها حاجه اسمها بيزمنت ممبرين البيزمنت ممبرين ده هو ده المصفى اللي بيفلتر بقى ده اللي بيعدي الحاجات اللي مش محتاجينها ويحافظ على الحاجات اللي احنا عاوزينها اللي عنده البرودكت ده حصل له ايه؟ حصل له دامج في البيزمنت ممبرين يعني بقى عنده ثقوب كده بوظ في البيزمنت ممبرين لما يبقى في ثقوب كده مخرم بالشكل ده اصبح البيزمنت ممبرين مش هيعرف يحافظ على الحاجات اللي احنا محتاجينها لما يبقى في ثقوب بالشكل ده هيوقع شويه بروتين لو رقم واحد يحصل بروتينوريا صح؟ ما انا قلت المصفى اللي فيها تفاحه ميه لو هي كويسه تنزل ميه بس لو فيها ثقوب كبيره هتوقع التفاح صح؟ قلنا يحصل حاجه اسمها تفاحوريه صح؟ وعلى مستوى المصفى يحصل هايبوتوفاحيميا ده اللي حصل هنا المصفى لما اتخرمت وقعت بروتين حصل بروتينوريا ولما وقع البروتين هو جاب مين؟ ما هو جاب الدم فالتوتال بروتين في الدم ايه ولا اس دي ال يحصل حاجه اسمها هايبو بروتينين يبقى رقم واحد حصل بروتينوريا ولما حصل بروتينوريا عشان البروتين وقع اللي في الدم قل هايبو بروتينين لما التفاح وقع اللي بقي معاه في المصفى قل رقم ثلاثه ايه كمان؟ لما حصل هايبو بروتينين احنا المفروض كان عندنا حاجه اسمها اوزموتيك بريشر في البلاد فيسل اوزموتيك بريشر دي بنسميه قوه الشط يعني ايه؟ المفروض احنا عندنا في فلور بيخرج عشان يغذي الخلايا وبعد ما الخلايا تاخد الكالوريز اللي هي عاوزاها الفلور ده المفروض يرجع تاني للسيركيليشن احنا جسمنا مش بيورم ليه؟ عشان الفلور اللي بيرجع للخلايا بيتشفت تاني بالاوزموتيك بريشر قوه الشط عشان كده مش بنورم اللي طلع رجع تاني مين المسؤول عن الاوزموتيك بريشر؟ البروتين زي الالبوم
ده المسؤول عن الاوزموتيك بريشر. كل ما كان عندنا بروتين او البوم اكتر كوب شفت اكتر فنشد الميه فما بنورمش. دلوقتي العيان ده عنده بروتينوريا بيفقد بروتين من ضمنها البوم فيحصل هايبو بروتينيميا. يعني ايه البروتين في الدم من ضمنها الالبوم؟ يعني عنده هايبو البومينيميا. ولما يقل الالبوم من ده الاوزموتيك بريشر يقل ولا يزيد؟ ما عنديش اوزموتيك بريشر وبالتالي قلت قوه الشفط. فالفلور اللي يطلع يعرف يرجع؟ لا طلع مفيش حاجه تشده تاني. اللي يطلع ما يرجعش، اللي يطلع ما يرجعش لعن يبدا يورم. يحصل رقم ثلاثه ايديما. يبقى اول حاجه حصلت لبراينري ليجن، اول حاجه حصلت هي البروتينوريا واللي بسببها حصل كل اللي فات. لما حصل بروتينوريا وقع في اليون قل في الدم حصل هايبوبروتينيميا، ولما قل الاوزموتيك بريشر بدانا نورم حصل ايديما. الليفر يسكت. احنا عندنا مصنع المفروض مثلا القلم ده بيتصنع في شركه معينه، المفروض الشركه دي بتصنع الاقلام دي وبتصنع مثلا البشوه دي كده الاثنين مع بعض. قلت لهم كلنا يا جماعه الاقلام دي قلت في السوق صح؟ الشركه تسكت؟ لا، تحاول تصنع القلم ده بكميات اكبر عشان تعوض النقص في السوق. فالمفروض لما حصل بروتينوريا وهايبوبروتينيميا البروتين قل في الدم. مين المصنع بتاع البروتين في جسمنا؟ الليفر هو مصنع البروتين. فالليفر يشتغل بزياده عشان يحاول يصنع البروتين بزياده. بس للاسف الليفر مهما يصنع بروتين اللي بيفقد اكتر بكتير من قدره الليفر. العيان بيفقد هيفي بروتينوريا كميات كبيره جدا اكتر من 3.5 جرام كل 24 ساعه. فالليفر فعلا هيحصل فيه هايبر فانكشن في الليفر، هيحاول يعوض لكن للاسف مش هيقدر لان البروتين نص اكسيدنج ليفر كاباسيتي او اباف كاباسيتي اوف ليفر كومبنسيت. اللي بنفقده كتير قوي اكتر من قدره الليفر يعوضه، فمش هيعرف يعوض البروتين. بس الليفر دي في حاجه، الليفر ده مصنع كده بيصنع حاجتين مع بعض، بيصنع مع كل قلم بشوه في كيس واحد، هما الاثنين مع بعض، صح ولا لا؟ فلما يعمل ايه بقى؟ احنا قلنا له الاقلام بس هي ناقصه المصنع، بس هو بيصنع الاثنين مع بعض. فلما قلنا له الاقلام ناقص عاوز يزود الاقلام، فهيزود مين؟ هيصنع الاثنين مع بعض ضد المصنع ده، صح ولا لا؟ كده كده بيفقد القلم بيفقد، مين اللي هيقعد لنا؟ البشوات دي. فالليفر مشكلته ان لما بيجي يصنع بروتين، البروتين ناقص، حاول يعوض البروتين. لما يجي يصنع البروتين هيصنع معاه ليبيد، لان الليفر بيصنع حاجه اسمها لايبو بروتين. يعني لايبو ليبيد وبروتين، يعني في باس مشترك كده، في باس واي مشترك ما بين الليبيد والبروتين. هو كان عاوز يعوض البروتين فصنع لايبو بروتين، كده كده بنفقد البروتين يفضل مين؟ الليبيد. فالعيان يحصل له هايبر ليبيديميا، يعني كده بيصنع ليبيد كتير. طب مش صنع بروتين ليه؟ لا هو صنع بروتين بس احنا فقدناه. حد فاهم حاجه؟ طب لما يحصل هايبر ليبيديميا والليبيد زادت قوي في الدم والدم معدي على جلوكوز وفي ليبيد كتير تريجلوسايد وكوليسترول وهو معدي كده يلاقي ثقوب هنا يقع منها ولا لا؟ الليبيد وهي معديه كتير تقع من الجلوكوز فيحصل حاجه اسمها ليبيدوريا. ما تمناش ولا حاجه. تاني حصل ايه؟ عيان حصل له دامج او ليكج في الجلوكوز بيزمنت الليبيد. لما الممبرين بقى مقارن بالشكل ده اصبح وقع بروتين حصل بروتينوريا فقلل البروتين في الدم حصل هايبو. ولما قلل في الدم بدا العيان يورم مفيش اوزموتيك بريشر ايديم. جلبها يعوض نقص البروتين عمل هايبر ايديم. لما زادت وقعت يا جماعه في اليوم حصل ليبيدوريا. حد فاهم؟ دي اسمها دي اسمها نيفوريا. اهم حاجه فيها الديفينيشن. اللي كلينيكال بيكشر كله هيبقى من الديفينيشن والانفستيجيشن والتريتمنت برضه من الديفينيشن. يبقى رقم واحد الديفينيشن عباره عن ايه؟ قلنا مجموعه من الاعراض كلينيكال سندروم بيحصل فيها كاركترايز باي خمس حاجات. ايه هي؟ قلت رقم واحد بروتينوريا تؤدي الى هايبوبروتينيميا، صح؟ فالعيان ورم ايديم يحاول يعوض يحصل هايبر ليبيديميا فتقع في دور الليبيدوريا، صح؟ لما كنا بنقول موسى الورمه بتحب الدهنه وتبني البروتين، موسى اللي هي ان اول بروتين، موسى الورمه عندها ايه؟ بتحب الدهنه عندها هايبر ليبيديميا وبتبني اللحمه والبروتين اللي هو بروتينوريا، صح ولا لا؟ الباثولوجي والايتيولوجي، ايه كلمة الباثولوجي والايتيولوجي دلوقتي؟ في اخر درس هقولهم، ركز معايا في الكلينيكال بيكشر على طول. ايه الكلينيكال بيكشر بتاعته؟ حصل ازاي؟ هيشتكي من العيان ده؟ اكيد هو الكلينيكال بيكشر هي الحاجات بتاعت الديفينيشن دي. رقم واحد كان عنده ايه؟ قلت رقم واحد عنده بروتينوريا، صح ولا لا؟ العيان ده بيفقد كميه كبيره من البروتين لان حصل ديستربنس او دامج في الجلوبال بيزنس ممبرين. المصفى مفهومه، فلما يقع بروتين كتير يفقد كميه كبيره قوي من البروتين. دي اهم حاجه عنده، دي البرايمري ليجن السبب في كل اللي فات. يفقد بروتين كتير قوي اكتر من 3.5 جرام ودي كميه كبيره بنسميها نفروتيك رينج او بنسميها هيفي بروتينوم. احنا بنعرف ان فقد 3.5 جرام ازاي؟ بنركب يورينري كاستر ونجمع اليورين في 24 ساعه وبعد كده نقيس كميه البروتين في الروزين هي اكتر من 3.5 جرام.
هو رقم ده سهل 3.5 ده اي حد يعني طفل صغير زي واحد كبير. لا الموضوع معتمد على الكوني سيرفيس اريا بس احنا بنقول غالبا اكتر من 3.5 جرام صح ولا لا؟ بتجمع بقى اللي هي فيها كميه اكتر من كده. هو 3.5 دي اكشولي هي كميه كبيره لان هي مش كبيره بس الفكره العام بيفقد كتير قوي. ده ممكن مثلا يفقد 100 جرام بس معظم البروتين وهي نازله في التبيول بتتصل بالامينو اسيد بيحصل حاجه اسمها امينو اسيدوريا واحنا بنقيس الامينو اسيد والبروتين معظمها بيتكسر فبيفضل منها شويه اكتر من 3.5 يعني كون ال 3.5 يعني في قدهم كذا مره بس اتكسروا الامينو اسيد هم نازلين في التبيول. حد فاهم حاجه؟ يبقى رقم واحد بروتينوريا عنده ايه؟ قلت هيفي بروتينوريا او نيفوت كريم اكتر من 3.5 جرام. العالم بيفقد مين البروتين يعني؟ حاجه من الاثنين. احنا عندنا المفروض الجلوميرولس دي حصل فيها ثقوب صغيره كده. لو حصل ثقوب صغيره قوي هتوقع البروتينات الصغيره. لو انا عندي مصفه فيها بطيخ وفيها ليمون. لو الثقوب صغيره هيعدي الليمون بس صح؟ بس لو البطيخ هو اللي نزل يبقى حتما الليمون نزل معاه بقى ثقوب كبيره صح؟ في الاول في بدايه الدمج وبدايه الانفلاميشن بتبقى الثقوب صغيره شويه فتوقع البروتينات الصغيره بتوقع اللو مولكيولاريت بروتين زي مين؟ زي الالبوم. طب لما الثقوب الصغيره دي انا قلت في بطيخ وليمون لو الثقوب صغيره هتختار الليمون بس. فالعيان ده لما يكون عنده سمول بوز بالشكل ده بتوقع اللو مولكيولاريت بس معناها ان هي بتختار بتسلكت البروتين الصغير صح؟ عشان كده بسميها سلكتيف بروتونوريا. يعني ايه سلكتيف؟ يعني بتسلكت اللو مولكيولاريت بروتين. كله عنده ثقوب صغيره بتختار البروتين الصغير. يبقى رينا ده مش ماركت ولا حاجه بسيطه مش سيفير صح ولا لا؟ يبقى رينا ده مش مايلد. وطالما رينا ده مش مايلد وبيفقد البومين بس فالبرزنتيشن بتاعه حاجات كتير ولا حاجات قليله؟ هو بيفقد البومين فقط. معناها ان المرض مش سيفير معناها انه يبقى عنده بروجنوز هيخف ان شاء الله. يبقى رقم واحد عنده ايه؟ قلت بروتونوريا. لو الثقوب صغيره لو سمول ديفكت كده هتسلكت اللو مولكيولاريت زي الالبوم بسميها سلكت بروتونوريا. طالما بتوقع صغير بس يبقى رينال دامج مايل وبالتالي خف البروجنوز از جود. طب لو حصل ثقوب كبيره بقى كمان وقعت البروتينات الكبيره زي الجلوبين، الجلوبين ده حجمه كبير بيج بروتين. طالما الجلوبين وقع يبقى حتما نزل معاه مين برضه؟ الالبوم الصغير صح؟ لو عندي بيج ديفكت بتوقع على الجلوبين بروتينات الكبيره معناها ان هو هيفقد الجلوبين الكبير ومعاه برضه الصغير الالبوم صح؟ يبقى ليه بتختار ولا بتنزل كل حاجه؟ المصفر طالما حاجات كبيره بتوقع على البطيخ والليمون والميه وكل حاجه ما بتختارش. معناها ان اسمها النون سيلكتيف بروتينوريا صح؟ يعني بتوقع الهاي واللو مولكيولاري. ما هو طالما نزل الهاي يبقى حتما هيوقع معاه اللو مولكيولاري. معناها طالما بيوقع كل حاجه ان هنا ده مش مايلد ولا سيفير سيفير وبالتالي بروجنوز از باد. خلصنا؟ يبقى رقم واحد عنده ايه؟ قلت رقم واحد عنده بروتونوريا. ليه حصل بروتونوريا؟ عشان مشكله في البيزمنت ممبرين بقى خلاص بيصغر صح؟ ديو تو ديستربل بيحصل بروتونوريا ليه؟ ديو تو ليك اوف بروتين سولد ستيربل جلوميرولر فلتريشن بارير. الجلوميرولر فلتريشن بارير الممبرين ده بقى بيحصل منه ليكش. البروتونوريا حاجه من الاثنين يا اما يوقع الصغيره بس هسميها سيلكتيف بروتونوريا لا يوقع كل حاجه بيختارش يبقى نون سيلكتيف. السيلكتيف يعني اليوم فيه بيعدي مين بس؟ قلنا باص اونلي لو مولكيولاريت بروتين زي مين؟ البوم. نركز هنا معناها مين ده مش مايل البروتوزا لا معناها البروجنوزز جود بروجنوز صح ولا لا؟ طب لو نون سيلكتيف بروتونوريا يوقع مين؟ اللو والهاي مولكيولاريت موجودين في اليوم معناها ان ده مش ماركت يبقى البروجنوز فيج. حد فاهم حاجه؟ احنا ليه قسمناهم سيلكتيف ونون سيلكتيف؟ اصل السيلكتيف ده بيفقد البومين بس يعني يوم ما يحصل له حاجه يحصل له شويه قيمه البوم وقع فما فيش اوزموتيك فيحصل له قيمه هيخف ان شاء الله البروجنوز حلو. لكن ده بيفقد البوم وبيفقد الجلوبين والجلوبين دي هي اللي بتصنع الانتي بودي فغير ان يحصل له قيمه مثلا هيحصل له انفكشن ممكن يموت فده محتاج يتحجز فلان وهكذا ومحتاج ياخد انتي بيوتيك ومحتاج اداه خاصه بيه. ده هيفيدكم بسرعه ممكن في البيت عالي ده يتحجز في المستشفى حاله خطيره. خلصنا؟ يبقى رقم واحد بروتون. رقم اثنين. اي اسئله يا جماعه؟ يبقى رقم واحد بروتون رقم اثنين لما حصل بروتون البروتين في الدم قل ولا زاد؟ حصل هايبو بروتين. يبقى رقم اثنين في الاثنين كابشن حصل ايه في الديفينيشن؟ رقم اثنين هايبو بروتينين صح؟ قال البروتين في الدم. لو سالتك قلت لك ليه حصل هايبو بروتينيا؟ مش محتاجه حاجه البروتين قل في الدم ليه؟ مفيش تفاح ليه؟ اصل وقع في المصفى صح؟ ليه حصل هايبو بروتينيا؟ اصل العيان ده عنده بروتينوريا صح؟ يبقى سبب الهايبو بروتينيا مين؟ هو اللي عنده هيفي بروتينوريا. هايبو بروتينيا يعني البروتين قل في الدم، مين البروتينات اللي قلت في الدم؟ حاجات كتيره جدا. مش احنا قلنا رقم واحد لو سلكتف هو يا جماعه
مين اللي دايما هيفقد الالبوم ولا البلوبري؟ اللي هيقع هيقع هو الالبوم. اصل مثلا بالسليك برومانس ليكتر الليمون حجمه صغير واقع واقع، لكن البطيخ ممكن ممكن على حسب السكوت. يبقى البلوبري ممكن في السليك بس، صح ولا لا؟ طيب قلنا رقم واحد نيل بودي هتنزل في يونو، رقم واحد بحرف ليه او رقم واحد البوم. لما يفقد البوم يحصل ايه؟ احنا قلنا عندنا قوتين في البلاد فيسل، صح؟ حاجه اسمها هيدروستاتيك بريشر وحاجه اسمها اوزموتيك بريشر بسرعه. اوزموتيك قوه الشفط مين مسؤول عنها؟ القلب. والهيدروستاتيك قوه الدفع. الهيدروستاتيك ده القوه البريشر الدفع يعني بيزق الفلويد للخلايا، والاوزموتيك ده اللي بيشد الفلويد تاني. احنا مش بنورم جسمنا ما بنورمش ليه؟ عشان الهيدروستاتيك قد الاوزموتيك. اللي بيطلع بالهيدروستاتيك بتشوف انه يرجع بالاوزموتيك، صح؟ اللي عندنا لما يفقد قلبه صح ما فيش اوزموتيك بريشر، في قوه دفع بس، بيطلع ما بيرجعش، بيطلع ما يرجعش، فيبدا يحصل له ايه، صح؟ يبقى رقم واحد لما يفقد قلبه بيحصل له ايه؟ رقم واحد يحصل له ايه؟ عشان كده واحنا بنعالج هنعمل ايه؟ اقول لك رقم واحد هنقول له كل بروتين زياده شويه، رقم اثنين هنديله قلبه انفيوجن. ليه؟ عشان قلبه يصلح الاوزموتيك بريشر فيشد الميه من بره لجوه فيصلح الايديم. حد فاهم حاجه؟ بس القلب هيبقى حلو قوي يعني؟ لا مش قوي. اصل لما ندي قلبه من بره برضه جزء منه هيقع تاني ويزود من البروتينوريا، وللاسف البروتينو هو واقع بيعمل دامج لرينا الكبيول، يدخله فينا الكبيول. فاحنا هندي قلبه بس الكميات مايلد مش كميات كبيره. يبقى فالاحسن ان احنا نعالج الفوز، بقى بنقعد ندي قلبه نعالج الفوز اهم. يبقى رقم واحد يفقد قلبه يحصل ليه؟ رقم اثنين يفقد واحد تاني بحرف الاسم اسمه ايه؟ اسمه انتسوم بنسري. اسمه ايه؟ انتسوم بنسري. من اسمه كده اسمه انتسوم بنسري. يعني بيعمل ايه ده؟ انتي سومبين. السومبين المفروض بيعمل ايه؟ السومبين ده بيعمل سومبوز، صح ولا لا؟ بيزود بيعمل هايبر كوكولابين. ده اسمه انتي سومبين، يعني بيمنع شغل السومبين، يعني بيمنع السومبوز، صح ولا لا؟ يبقى الانتي سومبين ده جميل جدا، كلنا عندنا انتي سومبين، بيحمينا من السومبوز. العقل لما يفقد الانتي سومبين، مين اللي هيشتغل؟ فقدنا الانتي يشتغل السومبين فيعمل سومبوز، فالعيان يحصل له سومبوز وهايبر كوأجولابيلتي. يبقى الرقمتين عن ايه؟ عن ريكورنت سومبوز اند هايبر كوأجولابيلتي. ليه؟ بيفقد الانتي سومبين فالسومبين اشتغل ازاي؟ واحد قال لي طب ما عادي، مش هو بيفقد الانتي سومبين وعنده سومبوز، هديله هو الانتي كوأجولابيلتي، هديله هيبل. الهيبل ما يشتغلش معاه. اصل الهيبل كان بيشتغل ازاي؟ الهيبل كان بيشتغل على طريق انه بيأكتيفيت الانتي سومبين. حد فاهم؟ هو فقد الانتي سومبين، فالهيبل ماليش حاجه يشغلها. حد فاهم حاجه؟ فاديله جوه الانتي كابلت وليس هيبل. يبقى رقم واحد يفقد قلبه نديمه، يفقد انتي سوم بيحصل له هايبر كوأجولابيلتي. هو العيان اللي عنده هايبر كوأجولابيلتي قلنا رقم واحد اصلا فقد انتي سوم فاشتغل السوم. رقم اثنين ان عنده سيفير بوتينويا او ماسف فيحصل سيفير اديمه، صح ولا لا؟ لما يحصل اديمه يعني الفلود بيطلع، الفلود بيقع جوه الفيسل ولا بره الفيسل؟ اللي عنده اديمه ده يعني الاكسترا فاسكولار فوليوم زاد والانتر فاسكولار، هو الفلويد بيطلع من جوه لبره. طب لما الفلويد يطلع من جوه لبره حجم الدم بيقل ولا يزيد؟ فيزيد البلد فيسكوستي فيزود السرموز. حد فاهم حاجه؟ يبقى عنده سرموز فعنده القصه دي، عنده زياده البلد فيسكوستي بالهايبوكوليميا. رقم اثنين ان عنده ايه؟ دفتر انتسوم. يبقى رقم واحد فقدنا انتسوم وانتي والبوم. رقم اثنين نفكر اثنين بحرف الجي، اثنين الجلوبولين. مش قلنا لو سيلكت لو نان سيلكت هنوقع الجلوبولين، صح؟ مين اللي بيقول رقم واحد نفقد حاجه اسمها اميونو جلوبولين او فيتامين دي بايند جلوبولين؟ الاميونو جلوبولين المفروض ان احنا الانتي بودي بتاعتنا عباره عن ايه؟ المفروض ان احنا بنصنع انتي بودي في الليبر وفي كذا مكان، الانتي بودي عباره عن جاما جلوبولين، صح؟ لما نفقد الجلوبولين دي هل هنعرف نصنع انتي بودي تاني؟ لا. فالمعاني بقى معاها ضعيفه جدا، يبقى امبيرد اميونتي او اميونو كومبرايز، وبالتالي يحصل له ريكارن انفكشن. يبقى لما يفقد اميونو جلوبولين يحصل له انكريس سستبيلتي تو انفكشن، صح؟ وعنده امبيرد اميونتي. اللي عندنا بقى معاها ضعيفه ليه؟ اصل ساعات الكبد توقع كل حاجه ممكن توقع الكومبرايز قبل كده. وكمان بيفقد اميونو جلوبولين اللي بتصنع انتي بودي. وكمان لما بنيجي نعالجه بنديله كورتيكوستويد وكيموسابريشن دراج زي السايكلوكوسامايد، يعني حتى بيتعالج بادويه كيموسابريشن، فكده كده هو معرض جدا للانفكشن. حد فاهم حاجه؟ طيب يبقى رقم واحد قلنا بيفقد قلبه مع السكر، رقم اثنين اثنين جي منهم جلوبولين واحد اثنين جلوبولين، يا اما اميونو جلوبولين يا اما فيتامين دي بايند جلوبولين. عندنا جزء من الفيتامين دي بيتشال على بروتينات، بيتشال على جلوبولين، بروتين شايل فيتامين دي. لما نفقد فيتامين دي بايند جلوبولين على بعضها، الفيتامين دي قل ولا يزيد؟ لما يقل الفيتامين دي يحصل ايه؟ مش فيتامين دي بتاع العظم؟ فيتامين دي المفروض انه بيزود الكالسيوم في العظم ازاي؟ المفروض فيتامين دي بيعمل بيزود الابزوربشن بتاع الكالسيوم في الجي اي تي في الاستومك، وبيعمل ري ابزوربشن للكالسيوم في الكدني. هنا بيعمل له ابزوربشن لاول مره.
ولما يجي يوقف الكدني فيتامين دي يعمله تاني بيأبسوربشن فبيزود الكالسيوم بيقوى العضله. لما افقد فيتامين دي باوند كالسيوم فقدت الفيتامين دي اللي كان بيزود الابسوربشن بتاع الكالسيوم صح؟ ساعتها ما يحصلش هنا ابسوربشن الكالسيوم ولا هنا ري ابسوربشن فهيحصل هايبو ولا هايبر كالسيوم هايبو كالسيوم الكالسيوم فالعظم يبقى قوى ضعيف مش بس كده ده لما حصل هايبوكالسيما كان عندنا غده مسؤوله انها تظبط الكالسيوم مين هي الباراسايت جلاند بتشتغل بالفيدباك لما تلاقي عنده هايبوكالسيما يحصل بوست فيدباك عليها تطلع باراسايت هرمون صح يروح على البون كده يشغل خلايا اسمها اوستيوكلاست تهد في العظم عشان يطلع منه كالسيوم يوديه الدم حد فاهم حاجه لانه شاف هايبوكالسيما فالعظم هيتكسر هيتكسر يبقى لما يفقد فيتامين بي بي بايند كالسيوم هيحصل له هايبوكالسيميا وهيحصل له كمان بون بين وباثولوجيكال فراكشر هيحصل له يعني اوستيوماليشيا لو واحد كبير ولو طفل يحصل له ريكت صح ولا لا؟ طيب رقم ثلاثة يبقى فقدنا الدنيا قلب انسومي فقدنا الدنيا جلوبي يعني يورو يا اما فيتامين بي بايند رقم ثلاثة نفكر حاجة اسمها الترانسفيرن الترانسفيرن ده وظيفته اسمه الترانسفيرن يعني ايه كلمة الترانس؟ احنا المفروض احنا بناكل حديد المفروض الايرن ده الحديد يتشال على كارير اسمه ترانسفيرين عشان يروح للبون مارو عشان يصنع بيه مين ار بي سي يبقى الكارير او الدليفري اللي بيوصل الايرن للتشو هو مين الترانسفيرين صح ولا لا انت طلبت اكل من مطعم اوردر مطعم معين لو ما فيش دليفري مش هيوصلك فانت هتفضل جعان صح ولا نفس القصه لما نفقد الترانسفيرين الكارير ده ساعتها الايرن مش هيعرف يوصل للتشو فالبون مارو مش هيعرف يصنع ار بي سي يبقى دي ايرن ديفيشنسي ولا مش ايرن ديفيشنسي بس هل سببها نقص الحديد لا ده الحديد كتير جدا بس مش لاقي حاجه توصل يعني لو اديت ايرن هل هيستجيب لا اقول لك عالج الكوز ودي بلاد لان هو عنده حديد بس ما عندوش الكارير عالج الكوز صلح له جلوبيرس عشان ما تصنعش ما توقعش ترانسفيرين تاني يبقى رقم ثلاثة لما يفقد الترانسفيرين يحصل له انيميا بسميها ايرن ريزيستنت مش هتستجيب للحديد حد فاهم حاجه رقم اربعة ايه كمان؟ ده عندنا ممكن ساعات كده يفقد كمان حاجة اسمها سيروكسين بايند جلوبولين، السيروكسين مش هو بيفقد جلوبولين صح؟ في جلوبولين ماسك في السيروكسين، لما نفقد سيروكسين بايند جلوبولين، انتوا عارفين السيروكسين كان نوعين توتال وفري، السيروكسين ماسك في الجلوبولين ده تبع التوتال ولا تبع الفري؟ الفري ماشي لوحده في الدم، لكن التوتال ماسك في الجلوبولين، لما نفقد سيروكسين بايند جلوبولين يعني التوتال سيروكسين هي صح ولا لا؟ طيب العيان ده ممكن سيروكسين بايند جلوبولين ايه احنا بنقولها ليه الحته دي؟ اصل العيان ده عيان النفروتك ده عنده اريما بتلجا حوالين الايرن بتعمل بافر ايرن صح ولا لا؟ وعنده هايبر ليبيديميا وعيان المكسيديما عنده بافر ايرن وعنده هايبر ليبيديميا صح؟ فانت ممكن تشوف عيان نفروتك وعنده بافر ايرن تفتكره مين؟ مكسيديما وساعتها لو قست التوتال سيروكسين هتلاقيه قليل ولا عالي؟ قليل فهتقول فعلا ده التوتال سيروكسين قليل وعندي بافر ايرت يبقى هو مكسيديما بس هو مش مكسيديما ليه؟ لان مكسيديما بيقل عنده للفري سيروكسين مش التوتال صح ولا لا؟ مش مهم انا فاهم بعد تاني يبقى انا قلت حدنا رقم واحد قلت الديفينيشن عباره عن مين؟ مش سامع كلينيكال سون كاركترايز باي احترس الحاجات دي هما قلت لكم مش سامع رقم واحد بروتونيا ادت ايه؟ هايبر حصل هيموجلوبين حصل هايبر فيحصل هيموجلوبين رقم واحد في الكلينيكال بيكشر رقم واحد عنده هيف بروتونيا يعني ايه هيف بروتونيا؟ قلنا اكثر من 3.5 جرام بروتي كرينج او هيف مين البروتين اللي بتوع قلنا حاجه ممكن يسلك يا اما السلك يعني يعدي مين باص مين البروتين زي معناها مين ده مش او يكون في انفكشن ولما يفقد فيتامين دي باين هو يحصل له قلنا اوستيوليشيا بس فاكر حاجه ممكن يفقد الترانسفير يحصل له ايرن ريزيستنت صح ولا لا اللي عنده البوم انسومين والدين جلوبين جلوبين اميونو جلوبين او فيتامين دي باين جلوبين ماشي اللي عنده لما يفقد الجلوبين بيحصل له كل انواع الانفكشن اللي انت تتخيلها بيحصل له انفكشن غايبه قوي يعني نيومكوكاي بدل ما تعمله نيومونيا تعمله نيومكوكاي بيرونايتس بنسميها انفكشن بيوجوال اورجانيزم ات انيوجوال سايت من كتر ما هو انيوكوكاي رقم ثلاثه قلنا رقم واحد بولتونيوم رقم اثنين هايبوبولتونيوم رقم ثلاثه حصل ايه رقم ثلاثه؟
في الكينيكا بيكشر لما قال البروتين حصل ايه؟ هي مبنيه على بعضها دي بوينت فايليشن بروتين ادي تقله هاي بروتين. لما قال البروتين ما فيش اسبوتك بس حصل قديمة بالديفينيشن صح. يبقى رقم 3 حصل قديمة لا يحصل قديمة معنى عندك عنده قديمة ليه؟ عشان كذا حكايه هي رقم 1 اللي عندك جاف في الالبوم صح ولما وقع الالبوم قال الاسبوتك بريشر فطبيعي يحصل قديمة. يبقى رقم 1 اللي عنده قديمة بسبب نقص الالبوم وبالتالي قال الاسبوتك او الانفوتك بريشر. رقم 2 ده السبب اللي هيبدا القديمة يعني الحاجة اللي بدات القديمة ان الالبوم قليل مفيش اسبوتك بريشر. طب ولما السبب ده بدا القديمة مفيش اسبوتك بريشر عشان مفيش البوم فاللي بيطلع ما بيرجعش اللي بيطلع ما بيرجعش فحصل قديمة. طب لما حصل له قديمة الانتر فاسكولار فوليوم ده قل ولا زاد؟ قل. فاصبح خلاص الدم بقى قليل الدم بقى بيلق في السيركيليشن صح؟ كمية الدم اللي وصل الكدني تقل ولا تزيد؟ تقل. وانا قلت الحصة اللي فاتت الكدني لو احنا دم كتير تنزل فلتر دم قليل تحوش. لما حصل قديمة هو قال انت الفاسكولار فوليوم الدم اللي وصل الكدني قل فالكدني تعمل ايه؟ ازاي؟ تطلع حاجه اسمها رينين يشغل الرئاس رينين انجيوتين سيستم ده يطلع مين؟ الاستيول. فالاستيول يعمل سولت ووتر ريتينشن يحوش ميه وملح صح؟ فيزيد الهيدروستاتيك بريشر فنرشح ميه اكتر حد فاهم؟ يبقى هو قلل الفوليوم فلو واحد الكدني قل طلعت رينين حوش ميه وملح فزاد البلد فوليوم تاني فرشحنا تاني ما هو مفيش مين؟ اوزموتيك بريشر حد فاهم؟ هو لما يقل البلد فوليوم بيطلع حاجتين حاجه من الكدني اللي هو الالدوستيرون وحاجه من البوستيرون بيوتري اللي هو الاي دي اتش بتبقى حرف الايه؟ الالدوستيرون الكدني والاي دي اتش ده بيعمل سولت ووتر ريتنشن والاي دي اتش بيعمل ووتر ريتنشن في النهايه الاثنين هيزودوا البلد فوليوم فهيزودوا القديمه صح ولا لا؟ بس ده اللي بدا القديمه السبب ده ولا ده اللي بيكمل على اللي قبله؟ الالبوم ده بسميه انيشيتنج فاكتور لما قال مفيش اسبوتك ده اللي بدا. طب والاجريفيتنج فاكتور هو مين؟ هو الهايبو فوليوم اللي زودت الريلم صح ولا لا؟ يبقى رقم 2 قلت اللي حصل دي من ايه؟ رقم 1 نقص الالبوم رقم 2 حاجه اسمها اندر فيل ثيوري. يعني ايه اندر فيل ثيوري؟ يعني لما حصل دي بس الريلم بقت فاضيه فالوصل الكدني قال اسمها اندر فيل. يعني لما حصل هايبو فوليوميا قال لين الفلو فاشتغل الريس لين الانجيوتين سيستم فزادت الايه؟ ايه مواصفات الدي ما بتاعتها عندك؟ بتحصل في كذا مكان اول مكان بتبدا فيه عاده هو حوالين الايرن اصل المكان ده الاستيك تيشو والمكان ده فيه هايست ديجري اوف كابيلاري ديجنابيلتي اكتر مكان فيه ميديا فاول مكان تحصل فيه الايرن حوالين الايرن فعشان كذا هم الايرن انتوا عارفينها الكوره اللي بتحصل في الايرن واللي بادئ في الايرن الريجيون بتاعت الكين تحصل غالبا حوالين الايرن. يبقى رقم واحد تبدا فينا ورقم واحد تبدا بالرود يصحى نوع نوم زين بيكام جنرالايزيشن في الجسم كله بدات حوالين الايرن بعد يوم بالظبط بقت في الابدومين وفي اللور لينك وفي الدوسم وفان والجينيتاليا في شابتر الاطفال بتبقى في كل الجسم. يبقى رقم واحد بيربط زين بيكم جنرالايز. رقم اثنين تبقى بيتنج ولا نون بيتنج؟ تبقى بيتنج قديمه لكن المكسيديما اللي شبه ده نون بيتنج. اصل المكسيديما عنده بروتين تحت السكن هي بيتنج او نون بيتنج بتعتمد على كميه البروتين في الفلويد ده اللي عنده اصلا عنده هايبو بروتينيميا فالفلويد ما فيهاش بروتين فتبقى فيري بيتنج. يبقى ايه مواصفاتها؟ 2 بي و2 جي. ايه هي؟ قلنا 2 بي رقم 1 بالاوربيتال بيتنج و2 جي جنرايز وتنتشر في كل مكان في الابدومينال وول في الدوسم وفان في الجينيتاليا لدرجه انها تروح في السيرس ممبرين اللي فوق تتعاشر في السيرس ممبرين يحصل له اديما او ريفيوجن في البريكارد بيحصل له بريكارد ريفيوجن والبلور يعني بلور ريفيوجن والبروتريم يعني اسايسس بنسميها جنرايز اراسايسس. يبقى تاني بيكام جنرالايز تعمل حاجه اسمها جنرالايز على سارك. يعني ايه جنرالايز على سارك؟ بيرو ريفيوجن بيركارد ريفيوجن اسايز او بيرتين ريفيوجن خلص. يبقى اللي بتحصل ليه قلت رقم واحد هيبقى ناصر ريفيوجن دي اللي انشيتنج فاكتور. رقم اثنين انتر فيل سيري اللي هو زيادة الريس. مواصفات هي 2 بي و 2 جي. 2 بي هي قلت مين؟ بيرو بيتال بيتنج بيكام جنرالايز تعمل جنرالايز على سارك. يعني ايه جنرالايز على سارك؟ بيرو ريفيوجن بيركارد ريفيوجن يعني هنا في فيوجن في الثلاثة سياس من بين في مونت كان بدأ بثلاثة سياس من بين برضه بين هو واللوبس بيرلسي وسايتس بيعمل انفلاميشن والانفلاميشن ما هو كبير برضه الفيوجن عادي صح ولا لا؟ يبقى ده عدد ثلاثة حاجات. لو سألتك ايه اللي يعمل ديزنيا في عين الفوتو سمون؟ ايه الفوتو سمون في ديزنيا في عين الفوتو ايه يحصل ديزنيا؟ هتقول لي رقم واحد عنده كرور الفيوجن بيرتاد الفيوجن صح؟ رقم اثنين بيفقد الالتوسوم بين فعنده هايبر كوياجولابيلتي ما يحصلوش بالمونيا امبوليس يحصل له ديزني. رقم ثلاثة بيفقد اميونو جلوبولين في امبيرد اميونيتي ما يحصلوش شيست انفكشن زي النيمونيا فتعمله ديزني صح ولا لا؟ صباح الفل علينا كلنا. يبقى رقم واحد بروتينويا هايبو بروتينيا. رقم ثلاثة
تقريبا كم انباء يحصل كمان مين كم انباء مين كم انباء بوتنويا هايبوكريمه في عمليه النوم عليه الليفر حاول يعوض حصل حاجه اسمها هايبرليبيديم يعني الليفر لما يشوف البروتين عمال يقع في اليورين صح ما يسكتش المفروض ان احنا الالبوم بتاعنا حوالي من 4 ل 5 جرام بيرسنت لو قل عن 3 3 الرقم 3 ده هو الاشريس والفوقيين فالمفروض الليفر بيحاول يعوض عشان قلبه ما يقلش عن 3 بس العيان ده بيفقد كميات كبيره جدا above capacity of liver to compensate مهما الليفر يعوض بيفقد اكتر بكتير فتعود الليفر مش هيعمل حاجه فهو بعدين الليفر وهو بيعوض نقص البروتين بيصنع معاه مين؟ اللي قلنا بيصنع حاجه اسمها لايبوبروتين الاثنين بصوا يوقف لما يصنع لايبوبروتين يعني ليبيد وبروتين البروتين يقع في الليفر يفضل مين؟ الليفر يحصل له ليبيد هايبر ليبيدين صح ولا لا؟ اللي عنده هايبر ليبيدين طب ايه كمان؟ المفروض يبقى رقم واحد بيصنع ليبيد كتير فحصل هايبر ليبيدين رقم اثنين احنا كان عندنا حاجه اسمها ايبو لايبوبروتين اسمها ايه؟ ايبو لايبوبروتين ده كان مسؤول عن الكاتابوليز وريموفال بيكسر الليبيد وخلاص بيعمل ايه؟ بيكتابولايز وريموف بنفقد الايبو لايبوبروتين يبقى كده مفيش كاتابوليزم ولا ريموفال فالليبيد تقع صح ولا لا؟ رقم ثلاثه عندنا حاجه اسمها لايبيز بيكسر الليبيد وخلاصها بيقع هو كمان فمحدش حاجه تكسر الليبيد حد فاهم حاجه؟ عندنا حاجه اسمها ايه اللي كانت ليسن كوليسترول اسايل ترانسفيرز ده لو موجود بيزود تصنيع الاتش دي ال مش الاتش دي حلو؟ فده يقع هو كمان ايه اللي ده فيتصنع ايه اللي ديال اللي هو برضه تطلعي بروتين او ليبيد يعني حد فاهم حاجه؟ يبقى عندنا كذا حاجه بتقع خصوصا الايبو لايبوبروتين ده لما يقل اصلا لما يقع الايبو لايبوبروتين ده كان الايبو لايبوبروتين كان بيقلل تصنيع الكوليسترول كان بيعمل نيجاتيف بس على تصنيع الكوليسترول فلما يقع يزيد تصنيع الكوليسترول حد كام حد؟ دهنة دهنة منين؟ هايبر ليبيديميا يقول لي حصل حاجات كتير ملهاش لازمه المفروض اهو ايه اللي بيعمل هايبر ليبيديميا؟ قلنا رقم واحد بيحصل لها هايبر ليبيديميا عشان رقم واحد باختصار كده ان الليبر يحاول يعوض زاد الهيباتيك ورك اوف ليبر صح ولا لا؟ هو بعدين يعني الليبر بيصنع ليبر كتير بس احنا الحمد لله مهما الليبر يصنع بتاعنا ليبر عندنا حاجه اسمها ايبو لايبوبروتين بيعمل ايه ده؟ بيكسر ويموف الليبر حلو ده؟ فهنا الليبر صنع كتير كان المفروض الايبو لايبوبروتين خرجها للاسف الجلوبيرس المكرمه دي توقع كمان الايبو لايبوبروتين فاللي اتصنع يتكسر ويخرج لا حد فاهم حاجه؟ يبقى كان عندنا ايبو لايبوبروتين في ناس هنا خلاص ده كده بيكسر ويموف ويجيب حاجه سهله والله بيكسر ويموف احنا لو فكرناه فالليبر ما تكسرش ولا يحصل لها ريموف انت تقعد بس حد فاهم؟ طيب يبقى رقم واحد زاد الهيباتيك ورك رقم اثنين قل الريموفال اوف ليبر كل ده حصل ليه؟ رقم واحد قال زاد الهيباتيك ورك ان حصل هايبر فانكشن في الهيباتيك عشان تعوض البروتين صنعت معاه ليبر صنعت لايبر بروتين رقم اثنين كان في ايبو لايبر بروتين بيكسر الليبر فقدناه وقع في اليورين وكمان فما فيش حاجه تكسر الليبر فتقعد في الدم وفقدنا اللايبيز اللي كان بيكسر الليبر وفقدنا الال كات ليسن كوليسترول اسايل ترانسفيرز اللي برضه كان بيزود تصنيع الاتش دي ال ويقلل الال دي ال فقدناه فيزيد الال دي ال اللي هو برضه كلها ليبر وحشه جدا زي الكوليسترول والدهنه لا تاني ايه؟ تاني ايه يا صاحبي؟ لا دي ممكن بس لازمه في حوالي خمس اسباب كمان بس انت بس اللي فاهمه خلاص مش شغال يبقى رقم واحد ليه حصل هايبر ليبيديميا؟ رقم واحد زاد الهبات كورك رقم اثنين قال لي الموفل انا قلت لك الالم دي اللي زوره في مصر يا المصنع بيصنع كتير يا احنا بيصنع او ما عندناش بنصدره نفس الفلوس ده اللي حصل اللي زاد الهبات كورك الكبل وما عادش تعملها ريموفال زي الاول زاد الهبات كورك او قال لي الموفل صح؟ ايه؟ بس مش زي برضه مهما كان التصنيع اكتر بكتير فمهما يفقد حد يقول مش هو بوقع وقع ليبل هي ازاي زاد بس هو بيصنع كتير قوي وبيفقد شويه 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 فاتي سيلز فالتصنيع اكتر حد فاهم حاجه؟ يبقى رقم واحد عنده ايه؟ عنده هايبر ليبيديميا بسبب زياده الهيباتيك ورك رقم اثنين قل ريموفال ايه البرزنتيشن بتاع الهايبر ليبيديميا؟ عنده هايبر ليبيديميا يحصل له ايه؟ يحصل له ايه؟ رقم واحد اكسلريت الاسيوسكلوز صح؟ مش عنده كوليسترول والحاجات اللي طالعه الاسايد يبقى رقم واحد عنده اكسيدنت الاسيوسكلوز ده يسمع على السكيميك هارت ديزيز ولا لا؟ وده يسمع على الاستوكات ولا لا؟ يقول السكيميك هارت يجي له ستوك
رقم 2 الهايبر اللي وحشه كمان. لو قلنا رقم 1 الجيل سكيل كارت، رقم 2 الهايبر اللي لما تزيد قوي تبان في السكيل كده، تلاقي عنده حته صفرا وتلاقي تحسها بكام، ونعمل سكيل كارت تلاقي عنده حته صفرا كده دهون متاثره من كل ما هي زياده. حاجه اسمها زنسلازما تبان في الايد او تبان في البلمر سيرفيس، اسمها ايه؟ زنسوما او زنسوما. يبقى عنده كمان حاجه اسمها زنسلازما، صح ولا لا؟ ايه الزنسلازما دي؟ شويه دهون متاثره من كل ما هي كتير، عباره عن ايه؟ عباره عن يلو بليك ونزلنا كانسا سوبر حته هنا صفرا. وبرضه الزنسلازما دي بتحصل في عين مين؟ الجسيم، صح ولا لا؟ عشان الليبل عنده بتتكسر لما ناكل ان شاء الله. يبقى رقم واحد قلنا خلاص هيبقى اللي بيها ليه؟ زياده الهباتيك وورك او قلل الموفر، بتعمل ايه؟ اكسلريت الاسيوسكلوز و زنسلازما. صعب الكلام ده؟ ماشي. كلام جميل جدا. هو العيان ده ممكن في يوم من يحصل له هايبر تنشن؟ هو صعب يحصل له هايبر تنشن، اصل عنده اديمه وحاجات كده في الجلد فوليوم قليل، بس ممكن يبقى مايل بسبب الحاجات دي لو المايل صور، بس هو مش هيبقى. يعني ممكن يقول لك هو كنظريا والله الاكسريت اسيوز والحاجات دي ممكن تعمل، بس هو مش هيحصل يعني. طيب ايه كمان؟ قلنا خلاص رقم واحد بروتينوريا ادي لهايبوبروتينيا، رقم ثلاثه قلنا اديمه بعد كده من هايبر لما صنعنا ليبي كتير هايبر ليبي ليبي هتقول فين بعد كده؟ بعضها شويه منها يقع في اليوريا، يحصل حاجه اسمها الليبي دوريا، صح ولا لا؟ الليبي بتنزل في صوره حاجه من اثنين، يا اما في صوره فاتي سيلز يا اما في صوره فاتي كاست. الفاتي سيلز اللي هي خلايا دهنيه واقعه، طب ايه الفاتي كاست ليه؟ ما احنا قلنا المفروض المشكله في البروتينوريا، البروتين هو نازل من الجلوبيرمس بيعدي على التبيول، صح؟ والتبيول دي متبطنه في الميثيليال سيلز كده، الميثيليال سيلز مبطنه. المشكله البروتين هو نازل، البروتين هو نازل بيقعد يجرح في التبيول يعمل دامج للميثيليال سيلز فيوقع البروتين بتاعها. يبقى العيان ده عنده دلوقتي انجرد تيوبولار سيلز عمال تقع. ليه بتقع الانجرد؟ ليه الميثيليال بيقع؟ عشان البروتين هو نازل عمال يقطع في التبيول. فالميثيليال سيلز عمال تقع بتاعت التبيول، وايه كمان؟ وهي نازله لقيت مين نازل معاها؟ شويه فاتي سيل، صح ولا لا؟ فالادي الانجر تيوبلر بروتين، البروتين بتاع التبيول اللي اتهد وقع من البروتينوي ومسك فيه شويه فات او شويه فات. اذا الفات هتنزل عامله ازاي؟ هتنزل ماسكه في البروتين. والبروتين لما نزل كان واخد شكل مين؟ التبيول. البطونه بتاعت القلم ده اتهد التبيول فنزل على شكل القلم، صح؟ ومتعبيه من جوه اللي هي التيوبلر سيلز اللي بيسيليا ده وقع اهو. متعبيه فات. يعني الفات نازله على شكل تبيول، نازله على شكل قالب، بسميها فاتي كاست. كلمه كاست يعني ايه؟ يعني قالب. حد فاهم حاجه؟ يبقى بيفقد الفات في حاجه من الاثنين، يا اما فاتي سيلز او فاتي. ايه اسمه فاتي كاست؟ عشان في دهون او عشان هو دهن كده لونه شمع شويه، بيسموها هايلاين كاست او واكسي كاست. هايلاين او واكسي ساعات تيجي صور صغير تقول لك ايه الهايلاين كاست ده؟ عباره عن انجر تيوبلر سيلز زي مين؟ زي الفاتي سيلز. بتحصل مع مين؟ مع النفولك. بتشخص ازاي؟ بشوف مليون اناليسيس. بعالجه ازاي؟ اقول له عالج النفولك. يجي بشوف تايكون صور صغير بتنزل اهو. عباره عن ايه؟ انجر تيوبلر سيلز ماسك فيها فاتي سيلز. بيحصل في مين؟ في النفولك. بتشخص ازاي؟ بليون اناليسيس بشوف. بتعالج ازاي؟ عالج النفولك. فيها المشكله دي؟ يبقى احنا قلنا خمس حاجات. قلنا رقم واحد بروتينوريا ادت الى هايبوبروتينيميا، رقم اثنين قلنا هايبوبروتينيميا، رقم ثلاثه قلنا اديما، رقم اربعه ورقم خمسه. قلنا رقم اربعه مين؟ قلنا حصل اديما ليه؟ بسبب حاجتين. رقم واحد حصل اديما ليه؟ ايه حصل اديما؟ نقص الالكم قلل من كود البريشر. رقم اثنين اكتر اديما عامله ازاي؟ قلت 2 بي و2 بي جي، 2 بي اللي هم بيلور بتلبتن و2 جي دي كام جينرايز تم جينرايز الاسامبكا. يعني ايه جينرايز الاسامبكا؟ بيلور الفيجن بيلور الفيجن الاسامبكا. طب بعد الاديما قلنا حصل الليبر يحاول يعوض البروتين يحصل هايبر ليبيميا، صح؟ ليه حصل هايبر ليبيميا؟ الليبر صنع كتير ما عادش بيتحرك، زاد الهيباتيك وورك اوف ليبر كمان قلل الريموفال اوكسيد فيحصل له اكسيدنت الاسيوسكلوز ويحصل له زنسلاز او زنسلاز. الليبل لما زاد شويه يقع ويحصل حاجه اسمها الليبلوريا. فدي سيلز فدي كاست. يبقى موسى الوجع بيحب يديها الفيلم مش حاجه صعبه. طيب ايه كمان يحصل اللي عندك غير اللي احنا قلنا لك في الفيلم البكشر؟ بيحصل حاجتين هايبو. مين هم؟ رقم واحد هايبو كاليميا، رقم اثنين هايبو كالسيميا. ليه يحصل له هايبو كاليميا؟ النفروتيك هو الفانفوني صندوق نفروتيك وفانفوني بيعملوا هايبو كاليميا. وكل امراض الكيدني الثانيه تعمل هايبر كاليميا، يعني هنا الفيري الانتيريو كولر هايبر كاليميا حاجات كتير. يبقى مين اللي بيعمل هايبر كاليميا؟ النفر كله جامد، نفروتك وفانكوني.
तब वो निफ्रेटिक हो गया, फिर अर्जुन दुनिया पे पूरे पे मेरे जगह होने करते आशा पर साथ की सोर स्प्रे है कुकरी में और है इवन निफ्रेटिक सिंड्रोम हो और फिर पूरी बस से भी अगर मेरी हाई बुकरी ये पास हाई बुकरी कान العيال ده عنده دي مش كده ولا عاديه سيدي ولا ميه عنده مس في ديبه في كل حته يعني جسم كله مورم صح طالما عنده مس في ديبه حصل حتى في الجلوه والبيريكارديوم والبيرتينيوم ده حتى الايديما من كتر ما هي شديده هتحصل في الميوكوزا بتاعه الجوينت اللي عندها يحصل له ايديما اوف جاستن اند انتستينال ميوكوزا اللي عنده ايديما في الانتستينال ميوكوزا ده لما يكون ميوكوزا فيها ايديما كده هيعمل ابزوربشن الاكل كويس لا طب نفسه تبقى مفتوحه الاكل لا ليه اصلا عنده ايديما في الميوكوزا مش بس كده ده كمان عنده نيفوتيك سندروم والنيفوتيك عنده بوردنويد والبوردين هو نازل بيعمل دامج لمين للتبيوت انجل للتبيوت لما البوردين يكون نازل بيديه وعمال يجرح في التبيوت ممكن يبوظها خالص تيوبولار دامج فينتهي بحاجه اسمها رينال فيلير كونك رينال فيلير صح ولا لو ما اتعالجش يخش في رينال فيلير طب لو حصل لنا الفيلير احنا كان عندنا هرمون اسمه جاسترين هرمون طالع من الجي سيلز بيطلع اتش سيل مش الاتش سيل لو زاد جامل جاسترايز بيبتك انسر الجاسترين ده بيميتابولايزد في الليفر وبيبقى اكسكيوتد في الكدني مين اللي بيقرره الكدني لو الكدني باظت من الفوتوجراف هتفيها الفيلير تقدر تكسر الجاسترين يزيد قوي يزود الاتش سيل فيزود الجاسترايز بيبتك انسر صح ولا يبقى العدد رقم واحد عنده جاسترايتس رقم اتنين عنده مين كمان ايديما في الميوكوزا مش بس كده لو الكدني باظت كمان مش هتقدر تخرج الجويه صح ولا لا هيبقى عنده حاجه اسمها يوريميك سندروم او يوريميا واليوريا لما بتزيد اليوريا كريستال بتتسرب في الجسم الميوكوزا تعمل لها انجل يحصل جاسترايز بيبتيك السر اللي عنده جاسترايز بيبتيك السر وايديما عنده نوزيا بوتيك ولا لا صح لان الويه العاليه والتوكس دي هتعمل ريدوشن للبيجاس دي والحاجات دي يبقى رقم واحد هيبقى عنده انوركسيا نوزيا بومتنج يعني هيقدر ياكل حاجات فيها بوتاسيوم ولا مش هيقدر ياكل بصفه عامه مش هياكل بوتاسيوم فيحصل هايبوكاليميا حد فاهم يبقى رقم واحد ليه حصل هايبوكاليميا رقم واحد نقص الانتاج ليه عنده نقص الانتاج عشان عنده الحاجات دي كلها عنده انوركسيا نوزيا بومتنج رقم اثنين يبقى هو ملوش نفس ياكل مش عاوز ياكل مثلا بنانا او الحاجات اللي فيها بوتاسيوم رقم ضغطنا على العيان ده واكلناه بالعافيه جود مورنينج معانا في البص كده بس قلت لكم جود مورنينج هنا وفي هنا فاحصل يعني لو اكلناه بالعافيه العيان ده لو كان هل هيحصل له ابزوربشن عنده ديما في الجاستريك والانتستينال ميكوزا هل هيحصل ابزوربشن لا يبقى رقم 2 حتى لو كان البوتاسيوم عنده نقص الابزوربشن فبرضه يزود الهايبو يبقى رقم واحد اللي عنده هايبوكاليميا رقم واحد ناقص الانتيك رقم اثنين ناقص الابزوربشن اللي عنده ناقص الابزوربشن بسبب ايديما اوف انتستاينال ميوكوزا يبقى البوتاسيوم قال رقم واحد عنده ما بيكونش ناقص الانتيك رقم اثنين حتى لو كان ما عندوش ابزوربشن رقم ثلاثة زياده الرص جاب البوتاسيوم كتير ليه؟ مش برضه في الايديما هنا في الاندر كالسيوم لما حصل ايديما والدم قل في السيركيوشن اللي رايح للكدن قل صح؟ فطلع اندوستيون صح؟ لما الدم وصل الكدني قال وطلع عامل الكارين زود الاندوستيرون الاندوستيرون بيعمل ايه؟ بيحول شمال بيحول صوديوم ويرجع بوتاسيوم يعني صح ولا لا؟ فده يزود الهايبوكاليميا صح ولا لا؟ يبقى رقم ثلاثه مش بس كده مش هو عنده نيفوتيك يعني عنده رينال دامج واي مرض يعمل رينال دامج اصلا بيزود مين؟ فرينال فهيزود برضه الاندوستيرون يبقى رقم ثلاثة عنده زيادة النص ليه؟ أصل عنده بلوس كباب في ليه؟ أصل عنده زيادة في الألدوستيرون صح؟ فيزيد البوتاسيوم نص فيزود هايبوكاليميا. رقم أربعة ليه كمان يحصل له هايبوكاليميا؟ أنا قلت مفيش انتيك نقص الانتيك ولو كان مفيش أبزوربشن بص في السبورة رقم ثلاثة بيكبر كتير عشان عنده إيه؟ هايبر ألدوستيرونيز صح؟ باينة ولا ساكن للهايبر صح؟ رقم أربعة ليه بيفقد بوتاسيوم كتير؟ عشان أصلا الأدوية اللي بنعالج بيها خليه يضيع بوتاسيوم زي مين؟ مش احنا المرض ده غالبا بيحصل اوتو اميون فاحنا بنعالج بكورتيزون كورتيكوستيرويد هو مش الكورتيزون ده كان ليه الدستور لايك اكشن صح؟ هو الكورتيزون ليه الدستور لايك هيحول صوته ويرمي بوتاسيوم واحد يقول لي طب هو عنده اديما عاوزين نديله مين؟ دايوريتك صح؟ مش الدايوريتك زي السايزايد والكورتيزون الحاجات دي كلها بتعمل ايه؟ بتعمل هايبوكاليميا لكن مين اللي بيحافظ على البوتاسيوم؟ بوتاسيوم سبيرنج دايوريتك سبورت لاكتون يعني لو هدي دايوريتك اللي عندك قبل بوتاسيوم سبيرنج هتبقى حافظ على البوتاسيوم وهنان بوتاسيوم سبيرنج طب ما عندكش بوتاسيوم سبيرنج وديت نان بوتاسيوم سبيرنج هدي معاه بوتاسيوم عشان هو عنده هايبوكاليميا والهايبوكاليميا حاجه خطيره جدا صح ولا لا؟ ماشي
يبقى رقم واحد هيكون فيها نقص الانتاج، رقم اثنين نقص الابزوربشن، رقم ثلاثه ستريس، رقم اربعه بالدرج بالادوين اللي عليك فيها اكسترا هيدر كريمزال كورتيكوستويد وثايرويدز. خلصنا من الكلام ده اللي هو الهاندز بي دي اف دلوقتي، هو فيه كلام من النص زي ما هو مكتوب زي ما هو اتنظم وما اتحشش، يعني مكتوب 2 ايه عشان الناس بس تشغل نفسها، 2 ايه و2 جي وكل حاجه مكتوبه زي ما لقيناها كده بالتفصيل يعني. والورق بتاع النفو مش زي بتاع الفرد مش نفس الورق، لا هو بتاع يعني بس مش مليان ولا حاجه. حد اصلا ذكر ان هو الكارديو؟ ايوه فعلا. لا ما شفتش حاجه. شفت حاجه ليه كده؟ مش معانا؟ رقم واحد قلنا هايبوكاليميا نقص الانتاج نقص الابزوربشن جت النص والدرايف، صح ولا لا؟ طيب اخر حاجه عنده هايبوكالسيميا ولا ما عندوش؟ ليه عنده هايبوكالسيميا؟ عنده هايبوكالسيميا عشان حاجتين. رقم واحد بيفقد حاجه اسمها فيتامين دي باوند جلوب باوند جلوب باوند جلوب. رقم اثنين بيفقد حاجه اسمها البومين باوند كالسيوم. بصوا يا جماعه لما يفقد، مش احنا قلنا في البورتونويا النون سيلكت بيفقد اثنين جلوبين، يا ميونو جلوبين يا فيتامين دي باوند جلوب، صح؟ لما يفقد فيتامين دي باوند جلوب، الفيتامين ايه اللي ولا يزيد؟ الكالسيوم ايه اللي ولا يزيد؟ صح؟ الناس ليه متنشنه؟ قلنا لما يفقد فيتامين دي، فيتامين دي كان بيزود الابزوربشن بتاع الكالسيوم، بيزود. دلوقتي هو بيفقد فيتامين دي باين جلوبين، جلوبين معناها فيتامين دي، يبقى مفيش فيتامين دي، مفيش ابزوربشن للكالسيوم. فالكالسيوم ايه ولا لا؟ يبقى رقم واحد ليه عنده هايبوكالسيميا بسبب نقص الفيتامين دي باين جلوبين. رقم اثنين ليه عنده، وكمان على فكره الفيتامين دي ممكن يقلل حاجه ثانيه، عندنا لو دخل في رينال فيليير هيقل الهيدروكسيليشن او الاكتيفيشن بتاع الفيتامين دي. مش فيتامين دي ده الكالسيوم؟ هنا ناقص ليه؟ عشان هو يعمل الجلوبين. طب لو دخل فينا فيلير وما اصلا الكيتنا هي اللي بتعمل الهيدروكسيشن او اكتيفيشن للفيتامين، فلو باظت مش هتعمل اكتيفيشن، فهيقل برضه الفيتامين فهيقل الكالسيوم. رقم اثنين بيفقد القلب ومزود الكالسيوم. المفروض يا جماعه الكالسيوم ده كان جزئين، كان 50% تقريبا بنسميه ايونايزد كالسيوم او فري و50% نون ايونايزد. في عندنا فري كالسيوم ده الاكتيف فوق حوالي 50%، وفي عندنا حوالي 50% نون ايونايزد اللي هو متشال على حاله. اللي متشال على حاجه ده جزء منه متشال على الالبومين وجزء متشال على الفوسفين والسيترين. مين الكالسيوم الفسيولوجيكال اكتف؟ مين اللي شغال؟ مين له فانكشن؟ الفري ايونايز. وعشان كده الفري ايونايز ده هو ده اللي شغال، ده اللي محتاجينه للنيرف والمصل. فده لو قل الايونايز يحصل نيورو ماسكولار ايرتابيليتي، يعني يحصل كده، صح ولا لا؟ ده بتاع نيرف المصل. دلوقتي النون ايونايز مش محتاجينه ولا لازم. النون ايونايز احنا بنفقد منه ازاي؟ مش هو جزء على السيلكتيف والفوسفين وجزء على الالبوم؟ مش اللي عندنا بيفقد البوم بالسيلكتيف والنون سيلكتيف، في جزء من الكالسيوم اتشال على مين؟ على الالبوم. فلما يفقد البوم باوند كالسيوم يبقى الكالسيوم هيقل ولا مش هيقل؟ هيقل. بس الايونايز اتاثر؟ لا، هو التوتال كالسيوم قل بس على حساب النون ايونايز، صح ولا لا؟ لكن الفري او الايونايز نورمال، وعشان كده مش هيحصل له تيتانيا، غير اللي هيحصل له تيتانيا، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ يبقى يفقد قلب باوند كالسيوم وبالتالي ريرلي ان يحصل له تيتانيا العادي نفسه. ليه؟ اصل الايونايز نورمال ده يفقد النون ايونايز، صعب الكلام ده؟ ايه كمان في الاثنين ديفينشن؟ انا قلت من الديفينشن قلت بوردونويا هايبو تيليميرين، بعدين هايبرلمينيا للكلوريا، وبعدين قلت منه هايبو هايبوكاليميا و هايبوكاليميا ليه نقص الانتاج نقص الابزوربشن زياده النص والدرجه، وهايبوكالسيميا يا بياخد القلب وباوند كالسيوم يا اما فيتامين دي باين من جلوبين، صح؟ يعني واحد سيلكت واحد نقص سيلكت، قلب وباوند كالسيوم ده سيلكت، صح؟ والفيتامين دي باين من جلوبين ده بيبقى نقص سيلكت. ايه كمان يحصل في الليل؟ هيحصل له ثلاث حاجات زياده، ايه هم؟ رقم واحد على وش العين كده يحصل شويه بالون وحاجات بقى على قلب العين في وحاجات جي اي تي وحاجات من اللي فوق اللي تحت. يحصل ايه كمان؟ على وش العين عنده بالون كاردياك مانيفستيشن جاستو انتستاين ريسيشن ورينال مانيفستيشن. رقم واحد عنده بالون، ليه عنده بالون العين ده؟ ليه عنده بالون؟ رقم واحد عنده ايديما في الجاستريك ميكوزا، صح؟ مفيش ابزوربشن كويس، ممكن الايرون ولا البي 12 ولا الفوليك اسيد ممكن يحصل له اي ايديما. ده غير انه عنده انويزيا، انويزيا كنت ما بياكلش حاجه اصلا ولا ايرون ولا بي 12 فممكن يزود الانيميا. طب ايه كمان؟ ان كمان العيان ده ما عندوش الترانسفيرين اللي بيشيل الايرون ووصله ايه؟ للبون، صح؟ مش هو بيفقد الترانسفيرين في المان سيلكتد، لما يفقد الترانسفيرين الايرون ما يوصلش للبون فما ما يسمعش ايرون بيز يحصل له انيميا.
طب ايه كمان؟ لو الكدني باظت بقى من نفوتك وحصل لينا الدمج، مش الكدني كانت بتصنع حاجه اسمها ايريسوبايتين؟ المسؤول عن تصنيع الار بي سي، المسؤول عن عمليه الايريسوبويسس، لو باظت الايريسوبايتين مفيش ايريسوبويسس مفيش تصنيع ار بي سي. مش بس كده، لو الكدني باظت الوريه هتنزل ولا هتفضل في الدم؟ يوريه، والوريه بتعمل توكسيك انهبيشن على الهرمون ماونت ما يصنعش ار بي سي. مش بس كده، ده الوريه كمان بتنهبت البليتت والكواجريشن فاكتور، ده يزود البنج ولا لا؟ ممكن يحصل فيه، خصوصا ان هو عنده دستريس ممكن يحصل فيه، وممكن يحصل سرموس عيان كده وعيان كده زي ما هقول دلوقتي زي سرموس. يبقى كم واحد عنده بلل بكذا حاجه، هي منك تعرف ان عنده بلل. العيان ده ممكن يكون عنده بلل بسبب ان عنده انيميا، وممكن يكون عنده بلل بسبب ان عنده انيميا، صح؟ مش احنا قلنا احنا فلوس ده حمرا كده وزي الفل ليه؟ قلت الحصه اللي قبل اللي فات عشان الاستيم قريب من مين؟ من البلاد فيسل، صح؟ طول ما الاستحمام المفروض ان شفايفنا لونها احمر ليه؟ عشان السكين بتاعها المفروض ان ترانسبيرنت، وشنا احمر عشان السكين قريب من البس. طب لو عيان عنده اريما، مش الاريما دي هتتجمع تحت السكين كده؟ هتبعد مين عن السكين؟ البلاد فيسل، صح؟ فيبقى العيان ده وشه بلتان قوي. يبقى العيان ده ممكن يكون عنده سيفير بالو ليه؟ اصل عنده انيميا وعنده مين كمان؟ اريما، صح؟ الاريما دي طب افرض ان هو ما عندوش انيميا والإديمة بس هي اللي عاملة كده، دي بنسميها أبالنت بالون، يعني ممكن يكون بهتان عشان الإديمة بس. طب أنا أعرف إزاي؟ ورقتي بين يا ترى أنيميك ولا الإديمة هي اللي مخليها بهتان؟ شوف الهيموجلوبين بتاعت السي بي سي، الهيموجلوبين نورمال يبقى ليه أبالنت بالون، هي إديمة بقى، صح؟ شكلها بس، لو الهيموجلوبين قليل يبقى فعلا عنده أنيميا، صح ولا لأ؟ صح ولا لأ؟ يبقى تاني عنده بالون عنده إزاي؟ إحنا خلاص البالون هنعالج ونشوف سببه إيه ونعالج الأنيميا، مش هنحط له برشا ولا حاجات بعد البالغ مين؟ دخلنا على الهارت، قول لي يحصل ايه في الهارت؟ يحصل ايه في الهارت؟ عاوز اسمع ايه في الهارت؟ مش قلنا عنده هايبرتينيا، انا هيجي لي منك فيها بتاعتي. يحصل له في الكارديك يحصل له ايه؟ اكسلريت الاسيوسكليروزس، وبالتالي عنده زياده في الريسك بتاع الاسكيميك هارت ريت، بس صعب. اللي عنده هاي ريسك اوف اسكيميك هارت ريت عشان هو كان واحد عنده اكسيليتي الاسيوس كورس، عنده كوليسترول جايز، رقم 2 عنده هايبر كوليسترول، صح ولا لا؟ دي برضه تعمل بقى عنده كذا حاجه. رقم 3 عنده هايبر كوليسترول فيسكوستي عاليه، ما فيش عنده سم، صح ولا لا؟ كل ده يعمل سم. طب بعد الكارديك مين؟ قلنا جي اي تي، يحصل في الجي اي تي اللي عنده عنده ايه؟ قلنا خلاص الحاجات دي عنده انوكسيا، نويزيا، فوميتنج، وبال ابزوربشن سندروم، صح ولا لا؟ لقل الياكل ولا قلل الابزورب؟ طب في الكدني عنده ايه؟ في الكدني يحصل حاجه من الاثنين، يا اما اكيوت رينال فيلير يا اما كرونيك رينال فيلير. ليه يحصل له كرونيك رينال فيلير؟ لو ما اتعالجش كويس وسبنا البروتين عمال يقع من الجلوميرولس هيعمل ايه التبيول؟ هيعمل ان جي للتبيول، البروتين هو نازل عمال يكسر في التبيول، هيحصل التيوبولار دامج، ده هيؤدي لكرونيك رينال فيلير. ممكن يحصل له كرونيك رينال فيلير بسبب بروجريسيف التيوبولار دامج بسبب البروتين. فممكن يخش في اكيوت رينال فيلير؟ ليه؟ عندنا كذا حاجه او كم واحد مش عنده ماسك اديما، صح؟ اللي عنده ماسك اديما ده يعني الانتر فاسكولار فولوم قل جدا ولا لا؟ كله عمال يطلع لبره، قل جدا، كميه الدم اللي وصل الكدني تقل قوي، صح ولا لا؟ ما هو رينال فيلير له ثلاث اسباب، حاجه قبل الكدني فيلير او حاجه فيها وحاجه بعدها. حاجه قبلها لو الدم هنا قليل مفيش دم وصل الكدني، ده يعمل حاجه اسمها اكيوت تيوبولار نيكروزس، نيكروز تيوبولار مفيش دم. فالعيان ده بسبب الهايبوكليما دي ممكن الدم هنا قليل فالوصل الكدني قليل فيحصل له اكيوت تيوبولار نيكروز يعني اكيوت نيكروز، صح؟ صح ولا لا؟ ممكن يحصل له اكيوت. مش بس كده، ايه كمان؟ قال معايا ان المفروض ان ده كمان ساعات يزيد عنده الكواجوليشن. ليه بيزيد عنده الكواجوليشن؟ لما يفكر عنده هاي سيروم بلس تي يقع وكمان عنده هايبوكوليميا فيسكوستي عاليه ممكن يحصل له سيروم بس في رينال ارتري في رينال فين. لو حصل سيروم بس في رينال فين على ناحيه واحده الكدني تبقى كونجست ولا مش الجلوميرولس يا جماعه كان فيها افرنت افرنت، صح؟ الدم بيخش ويطلع، المفروض الطريق يكون مفتوح. طب لو انا عندي هنا سيروم بس في رينال فين ده مقفول الانتر جلوميرولس بيش يزيد ولا يقل؟ يزيد ولا يقل؟ يزيد جدا هنا في الفيسوم بس. لما يزيد الانتر جلوميرولر بريشر البروتين يقع اكتر ولا اقل؟ اكتر، صح؟ كميات كبيره جدا فيزيد البروتين. طب وايه كمان؟ لو حصل سوم بس الناحيه الثانيه كمان يبقى كده سوم بس هنا وسوم بس هنا، اصبح الكدني دي كونجستد والكدني دي كونجستد، يحصل لهم دامج ولا لا؟ يبقى عشان يحصل اكيوت انفيريال
المفروض السوق بس موبايلاتها موبايلاتها بس لو موبايلاتها الكيت بتاع الكومبانسيت تشتغل فلازم موبايلاتها. بس مين بقى العيان المحظوظ قوي بقى اللي حظه نحس اللي جاله موبايلاتها وين الدنس حاجه نادره شويه بس ممكن تحصل. حتى كان حاجة ممكن أتريد إن أتريد بسبب بايلاتر إينا البين سونجوز أو بايلاتر إينا البين كومبوليز. خلصنا؟ خلصنا ولا ما خلصناش؟ ما خلصناش؟ حد مش فاهم حاجة؟ حد مش فاهم؟ أسألها شوية؟ أسألها شوية؟ صار من هذا صار لحد شوية زي ما إحنا حاولت كل ما عشان والله أنا مريض مشغول بعد وأنا أصلا يعني كمدوس حاليا أنا مش حاطط كمدوس فأنت بقى حاولت تركز عشان كان أنا ما نمش بقى كمدوس حاولت تركز. أنا قلت من الأول فرص قلت ديفينيشن سهل قلت مين تكشف بورتون يعني اللي هو البورتون اللي هو هتسمعه دلوقتي بعد تحصل يبقى غير هايبر ليبيديميا عادي تريبيديميا صح؟ قلنا اثنين هايبو هايبو كريميا وهايبو قلنا ثلاث حاجات اربع حاجات بنوا هذا البنسين اكسيد اسيد برودوس فيهم بقى مش عايز دي اللي بعد منها انا قلت زي ممكن صح؟ ما لقوش بعد كده ايه صح؟ تعال نخش على الانفستيجيشن بتاعت البرودوس موبايل ازاي نعمل عندنا انفستيجيشن؟ وازاي نعالجه نعمله فين؟ الانفستيجيشن كيس دي ممكن تيجي في الامتحان ممكن تيجي حالة كلينيكال حالة كلينيكال ممكن تيجي اطفال كيس اطفال ممكن تيجي كيس اطفال صح؟ كيس بقى سهل يعني ما تقلقش هناخدها ان شاء الله هحط لك كيس النيكوتيك مع كيس الجلوكوجي الاثنين مع بعضين النيكوتيك بتعمل مين؟ وهو بيجيبها حته واحده النيكوتيك بيجيبها الجلوكوجي هقول لك الجلوكوجي عشان تفهم ايه الانفستيجيشن؟ نعمل الانفستيجيشن ازاي؟ مين مين يقول لنا؟ اي عيان نفسي اي عيان نفسي بنعمل ثلاث حاجات ركز يا مان اي عيان نفسي بنعمل ثلاث حاجات هي التوكسين والوريه والحاجات اللي لسه في اليو ان دي كانت مكانها فين اول حاجه يا مان اول مكان كانت موجوده الوريه والتوكسين اول مكان كانت موجوده فيه اول محطه عدت عليها هي البلد صح وبعد البلد رحت على مين على الكيرينا وبعد كده نزل على مين على اليون معنى ذلك ان التوكسين بتعدي ثلاث محطات بلد كيرينا اليون فلما اعمل الانفستيجيشن هعمل على الثلاث محطات هعمل ايه الانفستيجيشن على الثلاث محطات الناس بصيت على السكات هعمل رقم واحد بلاد انفستيجيشن رقم اثنين كلينا انفستيجيشن رقم ثلاثه رقم واحد بلاد بنعمل في بلاد كل حاجه ممكن في بلاد نعملها زي مين رقم واحد بلاد بيكتشر رقم اثنين بلازما بروتين كل حاجات بحرف البي بلازما ليبيد وشويه الكترولايت وكوجريشن بروفايل نعمل ايه حاجات بحرف البي كلها لازما بروتين البلد بيكشر لازم مورفين لازم ليبل وبعد كده شويه الكترولايت رقم واحد البلد بيكشر اللي عندي عنده ايه البلد بيكشر عنده انيميا فيها مشكله دي مش بقى مش بقى مش بتحفظ انت عارف الديفينيشن بتجيب منه وعندك كلينيكال بيكشر يبقى رقم واحد عنده انيميا بلازما بروتين عنده هايبوبروتين ناقص بلازما بروتين صعبه بلازما ليبل عنده هايبر زياده الكوليسترول والتريجلسايد ما احنا لسه قايلينها طب الالكترولايت عنده اثنين ناقصين هايبو مين وهايبو مين؟ هايبو كاليميا وهايبو كالسيوم والكوجريشن عنده هايبر كوجريشن صعب الكلام ده؟ في حاجه فيهم صعبه يعني؟ في حاجه بتتشرح؟ انت ازاي كانت باقي ناس في الليكو ديفينيشن بس؟ طب الكلينيكال بيكشر هتكتب الديفينيشن تحت اي تاليفورس في علم الباطنين طب الانفستيجيشن بعون الله هم ايه؟ بلاد لينا التريتمنت هتغش واحد صاحبك الموضوع مش صعب يبقى رقم واحد بقى رقم اثنين على مستوى الكيدني لينا حصل ايه في الكيدني حاجتين؟ هعمل ثلاث حاجات لينا ايه هما رقم واحد لينا الفانكشن تيست رقم اثنين لينا الايمجين رقم ثلاثه لينا البايوبسي مين هما لينا الفانكشن تيست لينا الايمجين لينا البايوبسي رقم واحد لينا الفانكشن تيست هيكون في ايه يعني يعني هو عنده هنا الفيلير ولا ممكن يحصل له هنا الفيلير ممكن يخش في اكيوت او شونيك هنا الفيلير صح لو دخل فينا الفيلير اكيوت او كونيك ساعتها هنا الفانكشن تبقى حلوه ولا وحشه لكن هو دلوقتي يبقى هنا الفانكشن مالها نورمال اكسبت اكسبت ايه لو حصل هنا الفيلير اكيوت او كونيك هيبقى عنده امبيرد هنا الفانكشن يعني ايه امبيرد يعني مين اللي عنده قليل ما بيقدرش لا يوريا ولا كريات صح هاي يوريا وهاي كرياتين ونقص الكرياتينين كلييرانس المفروض الكيدني بتفلتر خلط يوريا كلييرانس مش عارفه اتفرجت خلط يوريا كلييرانس
ناقصه الكريتين كليرنس. المفروض الكبد بتنضف في الدم الكرياتين. لو هي قويه بتعمل كليرنس حلو بتخرج كرياتين كتير صح. لو واحد قوي هيرتب المكان ده بسرعه. الكبد دلوقتي بايظه لا عارفه تخرج يوريا ولا كرياتين، يبقى الكبد متزنق في الدم. طب قدرتها على تنظيف الدم الكرياتين عاليه ولا قليله؟ هي مش قادره تخرجها صح؟ يبقى الكرياتين كليرنس قليله. حد فاهم حاجه؟ يبقى هاي يوريا كرياتين. طالما هي الكرياتين دلوقتي مش بتنضفه من الدم يبقى ناقص الكرياتين كليرنس. صعبه ديت. رقم اثنين ايه اللي بيعمل فانكشن؟ ايه اللي بيعمل لما صوروا الكبد صوروها بايه؟ الترا ساوند سي تي المعادلات اي حاجه من دول. بشوف الرينا فانكشن هتبين ايه الرينا ايمجنج؟ تقريبا ما عندها مش هيبان فيها حاجه، ده النورمال مش هيبان فيها حاجه. طب بعد كده رينا بايوبسي ايه؟ امتى بعمل بايوبسي؟ او هعمل بايوبسي هستفاد منها ايه؟ لو عملت بايوبسي لعندها هشوف فيها ايه؟ هشوف فيها الباثولوجي، هشوف ان عنده البيزمنت ممبرين حصل فيه انجري وجوز عمال يوقع بروتين، هو ده اللي بشوفه. او اشوف التجول سليمه ولا باظه. يبقى رينا بايوبسي دايما بيتكت في المعمل بيتكت باثولوجي بيتكت باثولوجي بس ثلاث حاجات. رقم واحد ان الفانكشن نورمال الا وحصل ايه فرق بين رقم اثنين ايه الايمجنج انتر سان سي تي ام اي غالبا نورمال. رقم ثلاثه اصل مش هيبان حاجه في الايمجنج من بره اكيد لسه كويس. طب هنا البايوبسي بيتك بصوره صعبه. يبقى احنا قلنا رقم واحد بلاد، رقم اثنين يورين، رقم ثلاثه قلنا مين؟ يورين اناليسيس. هنلاقي في اليورين عند العيان ده اليورين بيعمل ثلاث حاجات اي بي سي ايه؟ اي مارك نفت بي سي. رقم واحد اللي هو مين؟ اسمنت. رقم اثنين اللي هو بروتينز. والسي تلاته سي. سبيسيفيك جرافيتي السي والاس واحد اتفقنا ده على قبل كده. وسيلز وكاست. يبقى السي تلاته سبيسيفيك جرافيتي سيلز كاست. اخر حاجه زود الفوليوم عادي مش لازم. يبقى رقم واحد الاسمنت. يبقى رقم اثنين البروتين. رقم ثلاثة ثلاثة سي سيلز كاست وجرافيتي. رقم واحد الاسمنت عامل ازاي؟ اليورين ده عامل ازاي؟ اليورين ده عادي، كل المشكله انه بيبقى فروسي ما هوش مليان فات سيلز نازله عامله فيه شويه فقاعات كده، يقول لك اليورين ابيض شويه وفيه فقاعات بس ليه فروسي؟ يبقى رقم واحد الاسمنت عامل ازاي؟ فروسي. ليه فروسي؟ فروسي عشان مليان فاتي سيلز وفاتي كاست. رقم اثنين البروتين، اليورين فيه بروتين ولا ما فيهوش؟ اصل مش هذاكرها اصل احنا عارفينها. هو فروسي عشان فيها الليبيدوريا. طب البروتين؟ مش الراجل ده عنده هايبوبروتينوريا صح؟ فالبروتين عنده ايه؟ قلت بروتينوريا اكتر من 3.5 جرام اللي هي ماسة بروتينوريا. طب والسيلز والباس مين السيلز اللي نازله في اليورين؟ ار بي سيز والوايت بي سيز ولا فاتي سيلز؟ السيلز من جهه كابيكشر فاتي سيلز. طب والباس؟ الفاتي سيل بس التجول في البروتين بتاعها بقى عنده فاتي كاست او اسمه الثاني هايلاين كاست او واكسي كاست. طب طالما اليورين مليان حاجات كتيره كده السبيسيفيك جرافيتي تزيد ولا هتقل؟ هتزيد. هي السبيسيفيك جرافيتي زادت عشان اليورين فيه بروتين كتير يعني عشان بروتينوريا؟ لا. انت لو عندك علبه ميه وفيها خمس تفاحات عندك حله ميه فيها خمس تفاحات لو خدت معلقه من الميه هي السبيسيفيك جرافيتي اتغيرت التفاح ده؟ لا. لكن لو ضربت لو انا حطيت على الميه دي ملح ميه بملح فرق السبيسيفيك جرافيتي تزيد ولا لا؟ بس بسبب مين؟ صح؟ فالسبيسيفيك جرافيتي عالية بس مش بسبب البروتين مولكيول لا ده بسبب الالكترولايت اللي بتنزل زي مين؟ البوتاسيوم. مش لسه عنده زيادة في الرز البوتاسيوم يزود مثلا مين السبيسيفيك جرافيتي؟ حد فاهم حاجة؟ خلصنا اخر حاجة انفستيجيشن فور ذا كوز وليكن مثلا زي سيستميك لو بس ما هو ضمن الكوز اللي هقولها تعمل له انفستيجيشن تعرف تعمل له انفستيجيشن سيستميك لو بس؟ ايه الانفستيجيشن تاني اسمحهم ولا اسمحهم تاني؟ ايه هم الانفستيجيشن؟ قلنا رقم واحد يصير كوتش، رقم واحد بلاد انفستيجيشن، رقم اثنين رينا اليورين، بالترتيب بلاد رينا اليورين سهله، رقم واحد في بلاد هم كل حاجه في بلاد، وده اللي هعمله في النفيتو، ده هعمله في اي درس اصلا، هنا في اي حاجه، بلاد بيكشر لازم بروتين، لازم بلاد بيكشر عنه لازم بروتين لازم لازم ليبل الفيشن فانكشن تيست الفانكشن تيست نورمال البايوبسي ديتكت باثولوجي اوف ديزيز لينا الايمجنج الترا ساوند سي تي دايما يوم الاناليسيس اي بي سي ال اللي هي اسبيكت والبي والبي والسي سيلز كاست وزود عليها بوز. الفوليوم هنا فيه مشكله يا جماعه نورمال صح؟ رقم واحد الاسبيكت
بوتيني نجم بطولة المرة ده أكثر حاجة كويسة. هو الكي بتاعته في الكيس إن عنده ماسك بوتينو يقول لك عنده بوتينو كمية كبيرة يقول لك مثلا عنده بوتينو 4 جرام خلاص يعني محتاج إيه تاني؟ شخصها تلاته أهم لا يشخصه لك هو البوتينو أو ساعات يقول لك عنده ماكسي بس ده لو عايز يسهلها أوي يعني بس هو مش هيقول كده هيقول بوتينو. رقم ثلاثة سيلز غير السيلز الموجودة عارف لي عندنا ازاي وعاوز العبقري يعالجه تعالجه ازاي تريتمنت العيان ده علاجه سهل جدا تريتمنت اوف الليفوليك اصلا لما اقول لك الليفوليك دلوقتي هتعرف الليفوليك ده وسكن الليفوليك مش عارفين سوا ايه فبنديله كورتيكوستيرويد صح؟ اي حاجه مش عارفها بتديها كورتيكوستيرويد بس ما تطبقش الحاجه دي كل حاجه مش اي حاجه مش عارفها بتديها كورتيكوستيرويد. اصل اعرف واحد الاسبوع اللي فات قابلني في حاجه زي كده يعني انا رحت المستشفى لقيت دكتور امتياز حاله ضغطها 220 والله على 120 ومعلق لها ديكسا وصلايا انا ازاي لو كورتيزون وصلايا ده طالب بس هو مالي بقول له يا ابني انا اصلا ما كنتش عارفها والله بالنص كده اي حاجه اهم من ده كله دي كوبيك يا جماعه بينزل بس احنا بنقول ايه اليو بس بنعالجه الكورتيزون اصلا قالوا اليو بس موستلي اوتو اميون يعني هو غالبا اوتو اميون وبعد الدراسات والاحصائيات وجدت ان كل حالات اليو بس بيستجيب الكورتيزون فخلاص اليو بس عنده كورتيزون. طيب المفروض او السكن اللي بتعالج ازاي بنعالج البوز غير جوده الكورتيزون احنا بندي كورتيزون ازاي جوه عند الكورتيكوستيرويد بندي قد ايه بندي بالجوه زي ما انا هقول كده 2 ملي جرام بير كي جي بيديه لمده شهر الشهر ده يعني كام اسبوع يا جماعه الله عليك كله جاوب الله فعلا تحس فيه كده عبقري يعني يبقى رقم واحد 2 ملي جرام بير كي جي رقم 2 بعدها بشهر كده شهر 2 ملي جرام بير كي جي بيديه رقم 2 هدي 1 ملي جرام بير كي جي بير داي لمده شهر اللي هو كام اسبوع؟ الله عليك يبقى انا جيت اعالج بكورتيزون بدي 2 ملي جرام بير كي جي ما تديش عيان 2 ملي جرام هنقول بير كي جي دوس العيانه كده 70 كيلو وهكذا 2 ملي جرام بير كي جي لمده شهر وبعدين هقلل شويه 1 ملي جرام لمده شهر وبعدين اعمل الجهاد ول وزيدرول لمده شهر. ما احنا عارفين اي عيان بياخد كورتيزون من بره السوبر هنا بتبطل تطلع كورتيزون صح؟ عارفين كده في الاليسون ديزيز لما ناخد كورتيزون الاندوجنس بيقل لو وقفت الكورتيزون اللي انت بتديه فجاه مفيش اندوجنس هيبص في الاسولين كرايسيس. في ناس مثلا بيروحوا على كابتن دايت مش عارفين عشان يزودوا وزنهم ده تاخد كورتيزون فجاه واحد تاخد كورتيزون ده بيموت التفاصيل عشان هم قفلت الاسولين كرايسيس حاجه فيك. فاحنا بنبني اللي جنب بقى بنقلها شويه واحد وبعد كده الجهاز والزول نقل شويه شويه لمده شهر مش انا مش معنى جدول وزيدول عشان تبدا السوبر انجن تطلع من عندها كورتيزون يبقى طب 1 2 ملي جرام لمده شهر 1 ملي جرام بعد كده جدول. طب وايه كمان بعد الكورتيزون؟ هنبداوا كمان اميونو سبريسيف عشان عادي يفك بسرعه. اصل الاميونو سبريسيف ده مين الاميونو سبريسيف الثاني؟ سايكلوفوسفاماين عارفينه طبعا صح؟ هدي قد ايه؟ هدي 2 ملي جرام بير كي جي هو علاج الكورتيزون كان بيبدا قد ايه؟ كم شهر؟ يبقى هدي سايكلوفوسفاماين 2 ملي جرام نفس الجرعه دي بي جي بي دي بي جي بي دي لمده شهرين طبعا صعبه ليه 8 اسابيع يعني نفس علاج الكورتيزون شهرين يعني عندنا واحد بقى بيقول لك ايه يعني هو ياخد شهرين وبعدين شهرين هم بياخدوا الاثنين مع بعض لمده شهرين صح؟ السايكو فايت 2 ملي جرام والكورتيزون اول شهر 2 بعد كده واحد واحنا اصلا عندنا في الكتاب بادئينها بواحد على طول لحد ما يخف وبعد كده بقى المينتنس ديت بنقعد نقلل لمده طيب مش مشكله ماشي الجرعات عادي ممكن تكون فيها كلام مختلف عادي ممكن الجرعات تختلف تتغير كل شويه انا قلت قبل كده ما حدش ذاكر الجرعات خالص ولا يحفظ اي جرعات غير ليله الامتحان لو عرفت الفصل تمام انت لما تحفظ جرعه النهارده تفتكرها بكره لازم تفتكرها وانت طالع من تنساها دلوقتي اصلا فانت الجرعات كلها ليله الامتحان بيديك ورقه فيها كل الجرعات كل سنه بيقولوا كده بيديهم الورقه ولا اي حاجه مش فالجرعات كلها بتحب زي الامتحان ليله الامتحان عشان تروح تنساها في الامتحان وتطلع تنساها ما حدش يحفظ جرعات اصلا يعني بص الدكتور الشاطر مش هو اللي حافظ جرعات ولا حاجه احنا في المستشفى كلنا شغالين ما حدش يحفظ جرعات وانا بيمسك كده الاندكس بتاع الادويه ونحسب الجرعه على الحسب عادي جدا حفظ الجرعات ده مش طبيعي
فانت احفظها من النصوص بتاعك ليله الامتحان وقولها له تاني يوم وبعد كده انساها خلاص. الديم اللي جنب الكي جي وبعد كده واحد بعد كده الجدول. طب وسجل الديم اللي جنب ده كل شهر. طب بعد كده بنعالج ازاي؟ رقم جينا كوزون وجينا سبيس بعد كده عالج سيمبتوماتيك. مين الحاجات ينفع تعالج سيمبتوماتيك؟ مين اللي نرجع لمين؟ الديفريشن. هو الديفريشن كان بيقول ايه؟ بروتينوريا ادت الى هايبوبروتينيميا. حصل كريم ادت الى هايبرليبيديميا و مين الحاجات اللي ينفع تعالج؟ ينفع تعالج البروتينوريا؟ هتقعد يعني على اللوتر تكون على البروتين؟ اكيد لا. طب ينفع تعالج الليبيدوريا؟ هتقعد برضه تزق ايه تاني؟ اكيد لا. فانت هينفع تعالج الثلاثة في النص دول، ينفع تعالج الايدي هايبوبروتينيميا والهيما والهايبرليبيديميا. رقم واحد هايبوبروتين يعالجها ازاي؟ ما عندوش بروتين ما عندوش قوي، فانا اقول له زود البروتين في الاكل بس مش قوي، اصل ده مكان الكبد صح؟ اقول له رقم واحد في الدايت زود البروتين بيك شويه واديله البوم انفيوجن البوم اي في. فانا قلت له ليه؟ واحد يقول لي اشمعنى بندي البوم؟ ما خلاص بندي دايوت الكفايه ومش عارف ايه. احنا بندي البوم ليه؟ عشان يشد البوم ده بيزود اسبوتك بشر فيشد الماء من هنا لهنا. دي حاجه حلوه اه. انت لو جبت دايوتك بس هيقعد يخرج فلويد بس، فلويد بس صح؟ ان انت بس تروفير ميل ولا يزيد يسرع عينك في الميل صح ولا لا؟ لو انا بنت مشروع عنده هيك وبليما والميه كلها بره وانا ضد ضروري عمالها في الميل انت بس تروفير كتير ده هيسرع عينك في الميل. لو فقدت كميه كبيره ممكن البلاد فولي يقل قوي فمش ده موصل الكدني اكيد كبر من الكورس. لكن لما انت معاها القلب يشد من الستر باسكولا من الانتر باسكولا والدايركت تخرج حد فاهم حاجه؟ الاثنين يساعدوا بعض. يبقى رقم واحد بدي مين؟ قلنا رقم واحد الهايبوبروتينيا هزود البروتين في زيته قلبه من الفلوس. رقم اثنين عنده اديما عالجها ازاي اديما دي؟ ازاي بعالج الاديما؟ قبل الزيوتك الحاجات الجنرال اقول له كل ما هو ملح كتير؟ لا يبقى سولت ووتر ريستكشن. رقم اثنين دايوتك بوتاسيوم ونون بوتاسيوم. بوتاسيوم سبيرنج ونون بوتاسيوم. بوتاسيوم سبيرنج اصل عنده هايبوكاليميا زي سبيرنج. طب اديت نون بوتاسيوم سبيرنج زي سيزيدو فوزومين هعمل ايه؟ هاد بوتاسيوم صح ولا لا؟ عشان ما يخش فينا هايبوكاليميا اكتر ممكن الهايبوكاليميا والاريتريا. طب اخر حاجه عنده ايه دي؟ هايبر ليبيديميا عالجها ازاي؟ هايبر ليبيديميا عالج هايبر ليبيديميا ازاي؟ هايبو ليبيديميك دايت. ستاتين ايه؟ ما اسمهوش ستاتين اسمه ستاتين. ستاتين ويب فايبريتس. ستاتين ويب فايبريتس. طيب نعالج حاجات في النص كده مش لما حصل هايبوبروتينيميا ناخد واحده واحده. هايبوبروتينيميا لما حصل معاها ايه يعني؟ مش قلل الالتروسوبر فحصل له هايبوبروتينيميا صح ولا لا؟ مش قلل الايميوجلوبين فحصل له ريكورد انفكشن. طب دي يعني الدورتين احنا عالجنا الثلاثه الكبار ونعالج جواهم شويه حاجات في الهايبوبروتينيميا. الهايبوبروتينيميا لما فقد قلبه يبنى قلبه. لما فقد الالتروسوبر يبقى اديله بيز اورال انتي كوالنت ولا هيبر؟ عشان هايبر فايبريت هديله اورال انتي كوالنت لان هيبر مش هيشتغل مفيش اكسوبر. وعشان لما فقد حصل هايبوبروتينيميا فقد الايميوجلوبين فالعيان ده بقى عنده ريكورد انفكشن اديله ايه؟ مونوفيلاكتيك انتي بايوتيك ونيوموكوكال اند باريسيلا فاكسين. اشهر انفكشن بيحصل له نيوموكوكال فاكسين وباريسيلا فاكسين. ولما فقد بروتين برضه فقد مين كمان؟ فقد انسوم صح؟ قلنا خلاص هنديله ايه؟ خلاص هنديله ده. قلنا مين كمان؟ قلنا ميلوجلوبين فهنديله البوستر. كلام سهل وبيفقد انتي بيفقد ترانسفيرن فمحتاج مين؟ ايرون؟ ولا محتاج بلاد ترانسفيوجن او عالج الكوز عشان انيميا. بعد كده تريتمنت اوف سبورت على حسب الكوز عالج السيستم الكوز بس اشهر. صعب الكلام في الدرس ده؟ طب ايه الايديولوجي حصل ازاي؟ الايديولوجي مش مهمه خالص ولا تشغلك بيه. الايديولوجي حصل ازاي؟ رقم واحد ممكن يكون الايديولوجي بتاع النفود. رقم واحد انفكشن. رقم اثنين اميون. رقم ثلاثة ياتوجين. ثلاثة قريبين هما انفكشن اميون ياتوجين. وايه كمان؟ حاجات بحرف الياء هي ممكن ميتابوليك مالجنت ميسيلين. يا سلام حاجات متنوعه. رقم واحد انفكشن زي مين الانفكشن ده؟ اي انفكشن بكتيريال فيرال بارازيتيك. بكتيريال مثلا واحد عنده سبع يكون بكتيريال نوكلايز او سيفلس. فيرال هيباتايتس تي فيروس اتش بي في واتش سي في. بارازيتيك شيستوزوم عارفه انه خلاص ملوش لازمه. رقم اثنين اميون زي مين؟ بصوا لما تقولوا جيكوني كلهم بيعملوا نيفوتك سيستم كله بس عمهم كله بس نيفايت صح؟ سكيو ديرما بولي ارتايس نزوزي.
ايرتوجينيك في ادويه بتعمل لينا دامج نيفروتوكسيك خلينا فارماكولوجي خدنا جول صح بنسلامين صح ولا لا يبقى 3 اي انفكشن ايمونولوجيك انفكشن بكتيريال فايرال والنيون فارماكولوجي كله والايرتوجينيك فارماكولوجي جول بنسلامين قلناها بعد كده ميتابوليك مالجنانت وميسلينيس ميتابوليك ومالجنانت زي حاجه اسمها مالتر مايلوما المالتر مايلوما ده مالجنانت بتحصل في البون بيطلع معاه حاجه اسمها بيز جونز بوبي ده مالجنانت ده مش هناخدها في شرط التفصيل طب والميتابوليك زي من واحد عنده اميلوزيس بس اميلوز بروتين بروتين ده صفر المالز يعمل لها ده اخر حاجه ميسلينيس يعني حاجات متنوعه زي متنوعه زي مين واحد مثلا ياخد هيروين ماشي اصل الناس اللي عاده الموضوع في الهيروين ده ممكن يحصل دامج في الكيدني او الاكتر الادكت بتوع الهيروين دول عمال ياخد حقن شكشك بيقدر انجكشن صح فهو اكيد واحد مدمن فهيعقم مكان الحقنه لا فعمال يقدر انجكشن من غير تعقيم فبيدخل بكتيريا زي الاستريب والحاجات دي الاستريب صح فتخش على بعض تعمل انفكت في الميكروبايز وانا لسه قايل فوق السابقه كتير بكتيريا الميكروبايز بتعمل حتى كام حاجه هناخدها في بكتيريا الميكروبايز يبقى قلت ميسيرينيس زي مين زي حاجه زي الهيروين او ايه او حاجه هيريديتري حاجه اسمها البورت سندروم ايه الالبورت سندروم دي لو واحد عنده كونجنتال نيفروتيك مولود الكيدني بايظه بتاعه بروتين ومعاه نيفروس عنده ايه البورت يعني كونجنتال نيفروتيك معاه نيفروس انا قلت بقى بسرعه قلت ايه يعني نيفروتيك بقى ممكن حد يقول لي بسرعه عليها 500 جنيه ظروف الدقيقه حد يقول 5 دقايق مين حد هيقول خمس دقايق؟ مين هيقول؟ يبقى نيفروتيك سندروم عشان محدش عارف انا قاعد ايه نيفروتيك سندروم ده لو حد قال ايه نيفروتيك قلنا ديفريشن عباره عن ايه؟ اسمع ديفريشن بس عباره عن مين؟ انا عاوز يطلع لي عاوز يسال فريم تاني ايه ديفريشن؟ انتوا مش عارفين ايه الكلينيكال بس تعالى كل ما اقول ايه الكلينيكال كاركترايز باي مين؟ والتنوريا قدت هنا هايبروتيني حصل ايه؟ وبعد كده هايبروتيني اتيولوجي مش مهم بس انفكشن اميون ايتيولوجي ميتابوليك مالجنان سيستيمس الباثولوجي بتاع المرض ده يحصل بسبب جلوميرولونفايتس مش جلوميرولونفايتس برضه بروليفرتد ولا نان بروليفرتد جلوميرولونفايتس البروليفر ده كان حصل البروليفريشن فالجلوميرولا استخنت فاتقفل ما بقاش حاجه يبقى مين اللي انا بروليفر ممكن يبقى بروليفر بس انا الاول مين اللي ان انا بروليفر جلوميرولا صح يا حاجه اسمها مينيمال اكشينج جلوميرولا فايتس يا اما ممبرينز تاني هو بيحصل بيه مين اللي ان انا بروليفر يا مينيمال اكشينج هناخد ان شاء الله جلوميرولا فايتس لوحدها يا اما من بينس يبقى النان بروليفرز نوعين مينيمال تشينج ومن بينس المينيمال تشينج المينيمال تحصل في اليانج ولا الاضل اسمها مينيمال في اليانج هم لا بيقولوا لنا اطفال دي اجابه ثانيه يانج اضل قال لك الاطفال يعني لا يانج ولا الاضل المينيمال في اليانج والمن بينس في الاضل ايه اللي كده دوش ايه اللي كده دوش قلنا رقم واحد بروتون اللي حصلت ليه ليكو ليكو في بروتينز السويد ستيب ديبلوميرال فلتريشن باتر قلنا عباره عن ايه؟ قلنا عباره عن ماس البروتينوريا اكتر من 3.5 جرام هي بروتينوريا يا اما سيلكتيف يا اما مش سامع سيلكتيف يعني بس اونلي لو زي الاكل يعني مين ده مش هرموز سبوت طب والنون سيلكتيف يقفل لو اند هاي موليكيولر بوتيدين ده مش مايكرو البروز بي رقم 2 لما وقع البروتين في اليوم حصل في الدم او الكبسه الكبكي في الرينا والله العظيم لو حفظت كل ما ده في حاجه في الشباب هتدوق في النظر مش مش عارف اصل كل سنه كده سرعه تفرش اخد ده ايتولوجي انا فاكر انا دخلت لنا يعني دلالي هو الجيكو ديفيشن اوف نيفوتيك بسرعه جدا راح قايل نص ديفيشن بتاع نيفوتيك على نص ديفيشن بتاع نيفوتيك يعني كده كومبليكس كده فاهم ازاي على طول بدات مع السؤال بقى برضه نفس القصه كومباينيشن اللي انت عاجبك معلش لانه برانش انت حافظ الديفيشن ده لو انت حافظه طب ما بعد شويه هقول لك في النيفريتيك بيحصل له بروتونيا بس معها اجيبه هناك معها اولوبويا وهايبرتنشن طب انت ازاي؟ طب انت ترتبها احفظ فين البروتونيا والباقي على الانزيم البروتين مخطط عليه هو انزيم كده وهو هيكون متكون من بروتين هايبروتينيك وانت ليه دي ما انت نفسها هنا بتقول كده
قول لنا كم واحد بودين كم بودين هاي بودين مين اللي ألف دم أو ليه حصل هاي بودين سؤال زي كده ليه عشان عنده هيك بودون مين البودين اللي ألف اثنين إيه ألبومين أندرسون لازم يحصل جينرايز ولاندرسون من بوز هاي بزوا كيابين واثنين جي اثنين جلوبين يعني إما إميرو جلوبين هاي ما هو يتبني ما يقول إميرو جلوبين يحصل له إيدان ينفكش أو إنكريس سبزيت ينفكش والفيتامين دي ما يقول يحصل له أستيميشن بعد يأكل ترانس فيرم صح يحصلوا أي ريزيستنسينيا وسيروكس باين الجلوبين صح ولا رقم ثلاثة هي وبدروي هاي بود بعد يحصل إيه ليه حصل إيه ما رقم واحد ناقص الألب قليل ونفوت البش صح رقم اثنين أندر فيلسو لما قلل ونفوت البش لما قلل البوليوم الدم وصل كدني ألف زاد الأوكسجين حوالي ما يمرح تحت زاوية دي تحصل زي دي ما 2 بي و 2 جي 2 بي اللي هي بيقول مثلا بدي و 2 جي جنرايز لما جنرايز اثر يقول لك الامتحان كده يبقى شفت الكوكب جنرايز اثر انت واخد منها ثلاث اسهم منها الاثنين اثر اثر 10 درجات بجد اصل بصوا بقى الامتحان اصبح اي جامعه وطنطا بالذات امتحان اسئله صغيره سؤال صغير انت عاوز السؤال يكون من الكتاب يعني ايه ايه هو تكسون ده اللي بحط فول مش هعمل كده هو هيسالك حته فايه المشكله ايه الجنرال اصلا على مين مش عارف كل مين بدل ما تاخد ثلاث اسهم وتكسكي طب ما تاخد بقى سهم من البريكارديا ديفوجن وتتكلم عنه يعني ايه بريكارديا ديفوجن ومنك برزنتيشن في حد نظر مات هيطيرني يا جماعه لو مضايقين انا ممكن اخلص الحصه خمس دقايق ولا يومين بريكارديا ديفوجن كلمتين عنها هتكتب عن كل واحدة هند من الجنيه ده بيشه بتاعها بالكاردي فاهم حاجة؟ بيقول بالكاردي هو أصايكس من الليبر خلاص هو الانفستيجيشن كلمتين وكتب الهند على كل حتة كده جبت الدرس خلاص مفيش حاجة كده انت خدت السؤال الحمد لكن ثلاث أسهم من الكاردي اسم بيروسي أصايكس سألته الزمانسي جيت اللي هعمل عن التس في حالي كنت أنا عارف أسأل كلمة صح أنا كنت جايب في ثانوية بروفيسيونز امتحان اللي هو الشيت ده كنت جايب 28 من 30 ما سكتش قلت إلا يا ابني مش هنعمل ده عملت عكس أخدت 21 من 30 أصلا لا هي إزاي؟ قول لا يا ابني حاجتين إيه وسنين طب بعد كده واحدة مني كنا بنقول جنرايز قلنا 2 بي اللي ديما بيروب تبتك و 2 جي جنرايز تمام جنرايز عسلتك بيروب الفيجن بيرتالي يفيد واب أصيص طب بعد كده قلنا حصل هايبرليجريميا ليه حصل هايبرليجريميا الليبر بيصنع كتير ما بتفرش صعبة ليه؟ يبقى رقم واحد زي الهيباتيك وورد او كان في قال لي الهيباتيك وورد بتعمل ايه؟ على مستوى الهارت اكسليريتد اسيوسكليروزس استروفيد والمال رقم اثنين زانسي لازما زانسوماتا اي حاجه بعد كده الليبيدوريا الليبيدوريا مبسوط حاجه من الدنيا يا اما فاتي سيلز يا اما فاتي كاست هايلاين كاست واكس سوت بيجي سؤال في الامتحان جاء عن شمس كذا مره عادي سؤال نعرف نجاوبه ومش اي حاجه هو عباره عن ايه؟ بيحصل في مين؟ بلاقيه في اليورين بعد كده في الليبيدوريا مش حاجه اي سؤال صغير يتحل ايه الانفستيجيشن؟ بلاد رينال يور بلاد بلاد بيكشر بلاد بوزين بلاد ليبيد بلاد بيكشر عنده بلاد بوزين بلاد ليبيد الكترولايت هايبوكاليما هايبوكاليما بتتلخبط هنا ليه عشان حاجه دي مش هتتحفظ هي عاوزه ترجع للفيجن فهتكون صح طب بعد كده لينا فانكشن تيست هي الايمجين هنا بيوس بيوبسي ديتكتر باثولوجي صح وايمجين ما فيهاش حاجه سي تي ام ار وهنا فانكشن تيست هو اللي حصل باثولوجي او شغل كده الفيلم طب بعد كده لينا اناليسيس كل اي بي سي اسبيكت بروتين سيلز كوست الاسبيكت بروتين هيلث ديفينيشن كله من ديفينيشن والسيلز من ديفينيشن ستاتي سيلز والكوست اعالج ازاي مين الحاجات اللي مش هينفع اعرف وامنعها؟ الهايبوتينوريا ولا مش هينفع اعرف عليهم ازاي يعني؟ اعالج الهايبوتينيما ازاي؟ زود البروتين انتيك والبون ايفن. اعالج الهيما ازاي؟ دايوتيك بوتاسيوم سبيرنج او نون بوتاسيوم مع بوتاسيوم وسولت ووتر ريستركشن. اعالج الهايبوتينيما ازاي؟ ستاتين وفايبرتس اللي اسمها هايبوليبيد.
وامسك الهايبوبوتينيا اتكلم على كل واحد اسمه منفوخ القلب والنقل انت سوم يعني سوموجي بقى هو انت سوم صح ايرن او انت او ترانسفير الهيموجلوبين يعني معناته ضعيفه وفلات الانتي بودي الهيموجلوبين الفاكسين وفايسين صعب الكلام جميل طيب نركز مع بعض نركز مع بعض تحاول نركز هناكل بيت بعد 20 دقيقة بالظبط بصوا يا جماعة أنا عاوز أقول لكم حاجة بقى تعالى ناكل الحصة تسيب الموبايل رقم واحد ركز في الحصة كويس جدا حاول تركز ما تضيعش وقتك بس ما تقعدش في الحصة سرحان أصل أنت قاعد وقت الحصة هيعدي عليك هيعد عليك تقعد بقى تصح في الحتة تصح في بس يمينك تصح مش عارف وش مش هنخلص أنت الحصة وقتها يروح هيروح وأنت جيت فركز فيها رقم اثنين انا عاوزك تدرب نفسك انك في الحصه ما تطلعش عندك فكره انا عاوزك تطلع الى حد ما حافظ الحصه بنسبه 30% 40% والله لو حد مركز يحفظها 90% انا مش بأكبر لو حد مركز يحفظها 90% لكن احنا تعلمكم مدوس اغلبنا عمل كلام زمايلنا فانت دكتور والله مش فاكر ولا كلمه من الحصه يعني احنا قلنا ان المفروض كم مره قول مثلا خمس مرات الناس عملوا ساعه ونص في الدرس ماشي احنا بنطول ليه في الدرس ما هو اصلا كان ممكن ده كله يتقال زي ما هو في 20 دقيقه انا طولت عشان حضرتك تذاكروا وتحفظوا معايا احنا قلنا بنشرح وبنذاكر فركز معايا رقم اثنين انك تقول في تذاكر كويس قوي ما تضيعش وقت طول ما هو في استفسارات على جوجل واتس والله العظيم دكتور المحاضره ما فتحتش دكتور المحاضره ما فتحتش لازمت المحاضره عندها ما فتحتش مش هنخلص المحاضره ما نزلت وانت مالك بالمايك بس اركز في الاثنين الاول صح وحاجات بقى اسئله كده بين السطور كده ولا لها اي 30 لازمه فبلع لي ده بس فينا حد بعد بفكر اجل هنبدا بقى ناس بقى خلاص داخله في ناس داخله في ديبريشن بقى وناس ثانيه خالص في ناس بقى خلاص مؤهلين طبعا الريتم بتاع ده موضوع جديد هو كل سنه انا وبعارف يعني مثلا امتحان مسبوع تليفوني بريد افتح دكتور ايوه انا قد حنين بقى في المجره والله هيجي على مش عارفه حاجه وهي رحيمه بتقرا يوم مش فاكره اي حاجه اسالها في حاجات صعبه جدا عنها تاجر ولا حاجه وحد يطلع لورا ويرفع مكانها وجاوب وبعد كده جاوب كل حاجه مش معروف بس بتجيب لي سكيلو ميجا بيعدي في البيت الواحد فالناس تذاكر كويس وتاخد حاجه مهمه قوي حاول زي ما انا بشرح زي ما انت تذاكر زي ما انا بقول زي ما انت تذاكر اذا انا حششت حاجه حشش إذا أنا قلت بي أم بي قولها سي أم بي أكيد أنا قايل بي أم بي عشان هي بتوصلك الأسهل ما تعجبش وخلاص ما تجيش بس أنا أقول لواحد حصة جاية هتشوفه ده ليش أنا بقول ليبيدوريا قديمة موجودة هايبر ليبيدوريا وليبيدوريا فاهم إيه اللي جبناه كله والله ده هيحصل ولا لأ هيحصل يعني أنا بقالي ساعة عمال أقول تعالى سامس المركز اللي هو جاي بعدين أنا بقول هي كده بتتسجل كده ليه؟ كل ما كان المنهج معاك متسيستم ومتنظم كل ما هتكون انت ريت الامتحان مبسوط وريلاكس وقاعد تلعب مش فارق معاك حاجه لو الدنيا معجونه انت ريت الامتحان مقدره صعبه لما تسيستم استبيل حاجتين رقم واحد ريت امتحان الماده في ايدك اتضغطت جوه اللجنه وتوترت ما انت عادي تقدر تالفها من دماغك مش لازم تكون حافظها وطارق منتال بلوك بقى مش منتال بلوك الافضل مش تفرق معاك دخلت شافه دكتور اجسمه وماسك عصايه في ايده ما يفرقش برضه ليه؟ انت هتعرف تالف وتشتغل معاك كمان لما انت بتفهم معظم الحاجات وبتسمها بالفهم يعني ايه فهلاوه كده انت بتفضي في دماغك جزء بقى للحاجات اللي هتتحفظ لان في حاجات هيبقى مش فيها فهلاوه هي هتتحفظ بس هتتحفظ كده فاحنا بنقول لك وفر بقى للحاجات اللي هتتحفظ وليه ينفع سيستم يعني الانفستيشن انت عاجبك الانفستيشن خلاص ما روحش البيت اقرا ارخص في الانفستيشن واكتب فيها لا